مرحبا بكم، ولو انه في بلاصه خايبه ان شاء الله نقابلوا بعضنا في بلاصه باهيه. انا عملت بكم دوره في الشله، ندور لهم الكاميرا. هذا يا سيدي معتقل غوريسيا، جيب حذاء يا احمد. ها يعني قاعد برا خلينا نحكي مع العباد شوي. السلام عليكم ومسي الخير. مريق المريق، هاني زيد شوية. بالله قبل ما ندخل في الموضوع ديريكت، هكا نقطة صغيرة و ما يزيش بربي اللي صاير في البلاد و نزيدو نحنا كعبتين وكعبة وجالية ومجالية و مع كامل احتراماتي للناس اللي ما تستاهلش. انا انا ما على باليش راه في تونس كيف في ايطاليا لو ستيسو، وايطاليا نرجع لها وقت ما نحب راني نرجع. مش هذا موضوع، اما بربي فما عباد راني ما وصلتها بحتى شيء. راني عاقل برشا ومتربي برشا، وراني راقد مرتين في البسيكاتري ويكسر راسه وهو يحاول يفهم وحده. مش موضوعنا به. السلام عليكم ناس كل من الوجه جديد. شوفوا بربي اش عاملين فينا نحنا، راهو من ولاد بلادنا مش متلاينا. باش نبداو واضحين، اللي حاسبين رواحهم لهنا تابعين الجاليه التونسيه وما الجاليه التونسيه حاسيلو. بديت وحدي هنا فما زلت ما حكيتش مع عباد بالحق بعقولاتها، حكم اللي ما نعطيش الثقه لما نتاكد من البشر ساعه. بالحق نشوف في خنار لهنا يا لطيف دخلت شوية، فهمتني؟ فما كعبتين وكعبة مع كامل احتراماتي اللي ما يستاهلوش، فهمت؟ كلامي مش نوجه فيه راه ولا نحكي بالالغاز، أما راه حرام عليكم قاعدين تروحوا بولاد بلادكم، راه حرام عليكم. إيطاليا راه ما تدوملكمش. فما مثل يقول لك وكرك وكرك حتى على عرف يابس. فعصفور يدور 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 ويرجع للعش نتاعو. فهمت؟ مش موضوع. وبالله ما تظلموش عباد ما عملت لكم حتى شيء، ما وصلتكمش بالعيب، ماذا بكم ردوا بالكم، فهمت؟ مش الناس كل مشكل تير يتاكل لحم. اوكي. باهي خويا لهنا نحن رانا التوانسة رانا كيف نقولها لكم، رانا نقاسيو، رانا راهي عباد في ضيق، مزيد مضايقينها علينا. واضح؟ فما عباد لهنا ما تستاهلهاش البلاصة هذيا بالكل. علاش؟ ما باش نرجع بكم للمرة اللي فاتت، قلت لكم معناها اتفاقية متاع بين الدول. اخي تسخيلوا العباد ما ندريش انا شنو هي حكايه صح حراوح. فما عباد وصلت معناها تحكي مع العباد كيفاش تعطي ابحاثها، شنو هي مربوحه بالله العباد هذيك كي يروحوا به يعطيو فيهم في ابحاث معناها باينه واضحه، فهمت؟ اللي يفهم ديريكت يحملوه يروحوا به. مش موضوع يا عباد ما تعملوش الشر، حاولوا باش تعملوا الخير وقتها. انا راني خاف كان من ربي راه، فهمت؟ اللي ما يعرفنيش نقول له راني خاف، راني عاقل برشا وراني هامل برشا، راني هامل مع الهامل، راني انسان مهبول. مش نهدد ولا كذا، باش نبداو واضحين. عسيرو نرجع خاطر والله قلبي مع قلبي قبيله نتفرج في الديسكور نتاع خونا ميمو، نوجه له تحيه هو ومراه ما نعرفهاش اول مره نشوف اسمع عربيه. بديت نكبتي والمرة اللي فاتت دخلت تفرجت في ولد بلاد اسمه عيمات، هذا انسان باين معناه انسان
يعرف ايش خارج من فمه، يعرف انسان باين، فهمتني؟ ما نظلموش بعضنا، تعليه رانا قاعدين في غرب نلموا بعضنا يا عبيد، تعليش ما نتحدوش؟ بربي صباع هذا نجمش اعمل حاجه. كي تشد طعملك تكسر وكي تتحدوا كذا وتولي يد واحد. خي انا جاي باش نوريكم راكم تبارك الله عندكم سكينين، لان اش بينا ما خيابنا في بعضنا ونبغضوا بعضنا ودرا كيفاه في بعضنا. لا حول ولا قوه الا بالله. نحب نحكي لكم انا رمي من الاخر وعلى الاخر، معناها نتكلم باسم معناها التونسي ونتكلم باسم التوانسه اللي لهنا. يا عبيد علاش هكا يعملوا في التوانسه؟ شبيه العباد الاخرى يسيبوه؟ وراو فما يدين من هنا قاعده تتعامل مع واضح، واللي مش يعمل الشر ومش يقاسيه يتفكرها كلمتي ما ينساهاش، واللي مش يعمل الخير في ولد بلاده راه مش يساطفه في ذريته فيه هو. وكما تحبوا للناس كما تحبوا لرواحكم، حبوا لغيركم، جربوه اعمل فران وفراما واعمل شهر شهر ونص شهرين كما تحب الروح تحب لغيرك، تو تشوف ربي كيف يفتحها في وجهك من غير ما تضروا العباد، من غير ما تعملوا الخايب مع العباد. انا ورحمة اختي هذيك ورحمة اختي هو يخلص الساعة ونوصل له هو مهما كانت سيفته، اما يخلص هو راه يخلص خوه تخلص امه اللي مش يجي له راه مش يخلص. مش موضوعنا خاطر والله بديت نفهم في حوايج يا خويا انكريديبل بالحق، حوايج تحبس الراس وبرد فيهم. وشوفوا بعضكم انا راني عملوا لحمه وعملوا يد بركه وسايب عليكم انا حديث خرطر وهاو فلين وهاو فلتين وهاو فلتلينه وهاو شبيكم يا معلم. واه حاله حليله، اي حاله مكربه يا معلم. خي جاي انت بالليل في تدري عليه هذيك اللي بنتي ما ندريش شنيا جاي يعلم بيه ربي لهنا باش يفرح بوه وامه، جاي باش يبني مستقبل. ايش خامش عملتونا في تونس؟ ماكم تابعين اللي من هكا ذوكا؟ اش خي ايش قاعدين يعملوا في تونس؟ هو قال لك قهاوي باش يسكروها بالليل، سامحوني حتى كان دخلنا في موضوع اخر. اخي بربي القهوه يجي مني مش ياكل، مين باش يصرف على صغار؟ كورونا ما فماش من 5 نتاع الصباح حتى 7 نتاع العشيه ما تدورش الكورونا. هكا تحبوا تفهمونا معناها؟ حرام عليكم والله حرام عليكم. شتر تونس معناها، واه مش ننطق بالكلمات، شتر تونس شبابها في محطمين وفي تونس، شتر ما ندريش انا في المعتقلات وفي الحبوسات، تلين تضحك علينا. وانتوما ما يقعدوش لموا الفلوس هكاكا. خسارتنا والله. هاي يا سيدي هاو شباب تونس وينو ها؟ ما نحبش راني لقيت روز راك تشوفوا بالله، هاو ندور لكم كاميرا ها؟ هاك تشوف ها؟ ما نجمش نحكي مع حتى واحد، هذايا فيها واحد بركة بسيط. ومن غادي عندي انا وطفل الاخر بالبقيه من هنا، هذوك تشوفوا فيهم شبابك هذوك معناها بلاصه اخرى. كان جيت نلقى كيفاه نخرج مش نلمها التوانسه الكل باش يحكيوا معاك، بقسما بربي ما نخرج ونلمها التوانسه الكل وخلي يحكيوا لي هذا يحكي مش كل. اما راه ما نعرف عليه في ضيق وزي رمضان معناها انت يا وانت ويا انتوما مع بعضكم تاكلوها الماكله وتحليلكم، وواحد يبدا مطيش هكا في ضيق نورمال عندكم تتبنوها الماكله عادي معناها. قالوا اتفاقي انا اتفاقي. شوفوا العبيد في قاسي لهنا قسما بالله، لكن جيت النجم معناها ما نجمش الله غالب ما نجم مسكرين علينا ما نجم مرة ما شكون باهي بربي. بحكم اللي انا تونسي راني نحكي مانيش ندافع ولا مانيش نشوف في وقفات تحت نتبع. احنا في الدنيا نعيشوا برشا مرات ولا نعيشوا مرة برك، ونموتوا برشا مرات ولا نموتوا برا برك. يعني راهو يكذب عليك، واضح كلامي واضح.
لهنا فهمت وهكا فهمت برشا حكايات لهنا، خاطر نتصل برشا عباد ويتصلوا بيا ونحب نقول حاجة، ردوا بالكم فما عباد راهي عندها يدين لهنا لوطة في إيطاليا، الحكايات اللي قاعدة تصير ردوا بالكم. فما ناس بالحق راهي قاعدة تعاون في التوانسة بالحق بضمير وبقلب ولا لغايات ولا للمادة ولا لا. كما قلت لكم راهو هذا راهو بار معناها ما سمعت وبار مع عباد حكيت لي فهمت من غير ما نجبد اسامي مانيش من فهمتني، اما نحل لوحدي العبشر هذا العبد ولا نحب روحي صاحب الناس الكل، والناس الكل خيان وحباب واصحاب فهمت، وما نظلم حد راني ما عنديش في كاركتيري باش نظلم ولا باش نعمل، اما راهو اللي يظلمني راهو يمور من بعد يتحمل مسؤوليته. ونعاودها وخاطر دخلت شويه نتفرج في فيديوهات لنا واللايف يخرجوا العباد والله مش نقول حمام ولا مش نقول حكايات ولا نقسم من قلي وقلت لك ونقسم من البغض والحسد في بعضنا ونكونوا لحمه مع بعضنا. تو تشوفوا كيف تشوفوا هما باش غلبونا هما فرتونا وهنا نخدموا تحتهم، يعني ما نخدمش تحتهم وعمري ما نخدم تحتهم، مش معناها راني نقصد في كعبتين وكعبه فهمت، وقاعدين يستعملوا فيهم باش يفرتونا ويعاودوا ما يخليونيش نعملوا لحم. حاولوا تعملوا لحمه انتم في بعضكم وفرتوهم هم ما تجيش بو والله انتم جاليه بالخارج اقسم بالله انا ما عنديش برشا انا لنا واش نقول لك، ان شاء الله ربي يخلص وحلي على قريب منها البلاصه هذيا فهمت. لا اله الا الله محمد رسول الله، ما تلهوا شويه في بعضكم والله بالحق، اعملوا لحمه في بعضكم كونوا مع بعضكم، سايب عليكم من حديث قال لي وقلت لك ويجا نقول لك وبرا قول له واللي يقول لك يجا قول لي وقت الحكايه هذيك راهي ما تقعدوا ديما لسان كان جاي فيها عظم راهو تفرمك العام وراهو مشى مقارونه ولا راهو مشى ما ندريش شناك، كونوا لحمه مع بعضكم كل حديث راهو يتسمع راهو وما فما عقل راهو يظلم به البشر، وربي يهدينا على بعضنا وربي يهديكم على بعضكم. يا حاتم بربي سامحوني مش نعدي لكم الطفل فمش يحكي معاكم. ماشي يا حاتم ماشي، يسأل فيا وقتاش باش تخرج لايف وقتاش باش تخرج لايف. هاي هاو كحلوش هاو يا سيدي هاو نيجير يا سيدي هاو عقل بيعرف ايش بيحكي شي بحاتم. Quanti mesi tu qua? 60 giorni? 90. Esci? Sì, quando? 90 giorni. Esci quando? Ancora manca due settimane, Gemattin? Sì, sì. In Nigeria, Gemattin, ma sei lui. Ahat! Asma, no, l'aria non rompi, parli piano. ايش ماك تسال فيا مش تخرج اللايف مش تخرج اللايف باه كلام ليه احكي قديش عندك لهنا والمحامي اش قال لك حاصيلو احكي اش تحب تقول. ها يا سيدي باش ما تقولوش نكذب عليكم هاو ما نجمش انا نلمها التوانسه هاو ما بيناتنا انا عيطت له هذايا بولار مكسر راهم مكسرين وحارقين وهاكم تتفرجوا فيه احكي معاهم كول على بر مش يلبس ماسكارين هاي البس ماسكيرينا في عقل خياني يا خراولي فيه خم مش معرفيني حتى كان ما يعرفوك شرام يعرفوك ما تخمم ها الكوفيد عندك الحق اقرب خويا. السلام عليكم ولا ايش باش نقول لكم يا عندي 6 شهور لهنا ديجا المرة اللي فاتتك تكلمت في نفس الفيديو فيديو كمان هكا تكلمت وما ما 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 البرنامج معنا كيما تحكي كيما ما تحكيش ورانا توانسة رفوا بحالنا رانا يعلم ربي بحالنا رانا ما خرجنا من تونس كان صحيح عرفت عملناهم كل العبد اللي تشوف فيه خدمت هالخدمة كل مرمى صراحت بالغنم خدمت في بيتزارية عندي صنعة بيتزاير عندي صنعة الحجامة ما نفعني والو يا صاحبي تدي نجيب في 20 دينار في النار ولا 25 دينار نصرف فيهم قهوة دخان برحمة توديك كيفاش هذه تحب في العيد تجي في العيد مثال نقول احنا في عيد روحت هكا روحت لدار انا نخدم بحكم نخدم في العاصمه ونسكن في تطاوير روحت في رمضان خويا
نلقاه الفريجيدير فارغ، ما تغيظك سبحان الله، تغيظك تلقى ابوك وامك متمرمتين بالسيف تتلز باش تحرق، وبالسيف تتلز باش تعمل وباش تعمل. حرقت خويا، حاب ان نحسن من وضعي يا اخي. انا عديت لهنا تكربتيه باطله 6 شهور راني معدي، عليها فاش قام 6 شهور. علاش خاطرني؟ على خاطرني تونس. علاش خاطرني تونس؟ انا ريت واحد من الناس، ريت كان جبت الجنسيه تتبدل من غدوه نبدل جنسيتي خويا بن حمى. مانيش تونسي. تونس عشتتنا، تونس ما عطتنا شيء. وصلت للباك، اي وصلت للباك ومن بعد وصلت للباك، قريت راني قريت ووصلت للباك، وديجا لعبت الحمد لله يا ربي ناس نظاف والحمد لله يا ربي، وقريت اما ما وصلت لحتى شيء. وانا عندي باش نوصل عندي اربع اولاد عمومتي، اربع اولاد عمومتي قروا، منهم واحد محامي، معناها محامي 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 لبس، معناها يقرا قرا وعنده في مخه. في الاخر راهو كيسرح بالغنم، مش باهي والله، ما هو باهي، مش باهي. تونس رانا تعذبنا فيها والله، تعذبنا. خرجنا نعبوا نشوفوا ايش عليه، ايش باهي براسك، نحبوا نشوفوا مستقبلنا سبحان الله. في تونس ما عنديش مستقبل، في تونس نروح تونس، في تونس، في تونس نروح تونس، راني باش نولي، باش ندخل في الجرام، باش ندخل نعمل، باش نسرق بالسيف، باش نتلز نسرق بالسيف. ما عنديش باش تقول لي يخدم برا، اخدم على روحك. اش باش نخدم؟ ما يعطيني حاجه نخدم مرمى، نخلص في 25 دينار ونخدم في 12 ساعه، سميها خدمه هي. يحقنا مهضوم في تونس، عليها بربي عليها، في نقص عليها رجال. اقسم بالله معايا واحد صاحبي لهنا مسكين، ضرب روحه 40 غرزه في ساقيه، ضرب روحه وهرب من السبيطار وعاودوا جابوه روحوا بيه لتونس. عليه أمه مسكينة يعلم ربي ربي بحاله. وبالله العباد اللي تعمل في كومنتارات مش باهية والله يا صاحبي، تو تجرب خاطر انت ظاهر فيك بوك مخليلك، ولا ما نعرفش جدك مخليلك فلوس وراك تحكي هكاك وتسب في العباد في الكومنتارات. أما متربي عليك الحمد لله يا ربي، متربي عليك وخير منك، فهمتني؟ كانك انت ولد عمي تصرف في 50 دينار كل يوم، بوك يعطيك في مصروفك 50 دينار، انا نحشم باش نقول البابا اعطيني نشري قهوه. هدي اجا ما تخاف، فهمتني؟ ما تحكيك لي مزيد، احكي موضوعك، فهمتني؟ انا خويا ما تربيتش هكا. الكلام نحب نوصله الجمعيات، الجمعيات يا ميمو نتاع عماد وترشكون ودرشكون، الجمعيات اللي في ايطاليا اللي لاعبينها في الفيسبوك نهار كامل يهبطوا باش يعاونوا العباد. يا خويا ايجا الجوريزيا، ايجا ايجا الجوريزيا وشوف العباد كيفاش عايش. ماك تحب تعاون ومنظمه حقوق الانسان ونهار كامل تهبط في الستاتيات، ايجا يا خويا، ايجا شوف، ايجا شوف العباد كيفاش تضرب في الراحه، واجا تفرش العباد. قلت لنا نخدم في حقوق الانسان في بلاصه نجي ولا ايجا خويا، دور على تشندرويت شوف التوانسه كيفاش يعاملوا فيها. ماكله، شفت الماكله؟ الماكله يرميونا فيها من غاد. الماكلة كلا خويا، كي تحب تجي انت يرحم بوك باش تخرج عباد ولا ما تختارش خويا، مش تبعث لنا واحدة اسمها سميرة تبدا تختار في العباد. ما تجبدش الاسامي عليها، ما تجبدش، فهمتني؟ ما تجبدش الاسامي، لا نجبد الاسامي يعني ونجبد كل شيء خويا. باهي صايب عنين علي، فهمني عايش خويا مريقل، باهي مريقل خويا، فما ربي الفوق وان شاء الله ربي يشوف لنا يا خويا بعين الرحمة. وكاو اما راه برشلونه راه سامحني اللي كاتب لي حاجه توصي، سامحني كل جمعيات كلها راه كلها تاخذ علينا في فلوس وحكايه زايده راه كله، ونعمل لكم ونفعل لكم، واكتب واكتب مانيش عارف انا، اكتب بحث واكتب درشنوه، راكم سيبون، راكم ما عندكم ما تعملوا، راكم تضربوا رانا في فلوس في الفيات اللي تعملوا فيها في الفيسبوك. انا راني لا حاشي لا بتلفزه لا حاشي باش راني حد، اما عاشي باش تشوف العباد، راني واحد من مليار عباد قاعده تعاني لهنا. انت تو اسمعني، ومش كان مش اسمعني كان انت تو ماكش معنا، مش عارف مش عارف يرحم خويا. كلمه تكلم، ما تتكلم علي انا جاي ايش اتكلم، خلي اتكلم تونسي، اتكلم على اي تونسي دخل تشنتر وعمل اللجوء راهو باش يروح. السي في ما خرجش من المحكمه الاولى راهو باش يروح خويا، عندك الشانس في المحكمه الاولى تخرجها، يا اما يسيبك ولا يرجعك القاضي باش تعمل اللجوء نتاعك متشنترو. السي في انت صححت على زيلو، راك مروح خويا وفوت الموضوع.
مريض ودي زايد ويقول لنا عملوا لجوء اطلبوا لجوء. انا ما كنتش باش نطلب لجوء. ولاد الحرام كروا علينا قالوا نطلبوا لجوء جماعة الجمعيات مش فلان وفلان ومش لازم نجبدوا الاسامي. قالوا نعملوا لجوء واكتبوا بحث وما نعرفش شنو كتبنا. انا خويا نعدي في ربطية 6 شهور باطل. كان جيت شدوني عزطلة في تونس يمكن ما نتعداش ربطية كمان هك. مش باه شوفونا بعين الرحمة سبحان الله. وراني لاباس الحمد لله ناكل ونشرب ولاباس. اما رانا محكورين الجنسيات الكل سايبوا فيها تزيري مروكي باكستاني بنجلاديش ما نعرفش انا كل 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 كان التونسي محقور. تونسي محقور اسكي كيما البنيه كيما الوليد كلها تعاني في نفس البرنامج. كلها تعاني في نفس البرنامج. كي انت ما اعطيتنيش حقي في العيشه في تونس علاش تروح بيا؟ كي ما اعطيتنيش حقي في تونس علاش تروح بي؟ انت راك باش تروح بيا من غدوه راني باش نرجع. قسما بالله كي نموت ريت كي نموت في البحر كيما يقولوا فيها الدنمارك ولا المارك الطليان ولا تونس خويا الحبس في ايطاليا ولا تونس. تروح بيا اليوم غدوه نرجع لها. وراه البحر مازال ما نجح وراه حسبي الله ونعم الوكيل. وراه قانون مال قانون ريت قانون كامل قانون في عهد الرسل قبل القانون وبفلوسه. واغنى راجل في العالم الفلوس اللي تصورها في مخك هزها معاه للقبر. ما هز شيء. انا 22 سنه بعتيني لي استدعاء الجيش ريش مشرشي على الجيش. علاه مشرشي على الجيش؟ ما انا زاد مين على حرب. سامحني ولاد الكرز يعيشوا فيها ونحن نلقص زورتنا للكرتوش نمشوا للشعامبي فاش قال ما نتوانس. عاد انت كيما كش مستعرف بينا اللي احنا توانسه اخويا كيما قال لك فرقنا اخويا الشباب نتاع تونس فرقوه 3 ملايين طيشوهم في مش عارف شنو وتصرفوا فيها تونس بيعوا واشروا فيها وحدكم وتصرفوا معاش حاجتنا بتونس. انا حاجتي صار شنو اخويا يسهل لي ربي نخرج من هنا وندير طرف فلوس امي بابا اخويا كل باش نحرقهم ونخلطهم عليا لهنا وفلتذهب تونسكم الى الجحيم خطر راه ما عاد يعنيني حتى واحد في تونس. تونس راني ما تونس ما ريتش منها الخير. تونس ما ريتش منها الخير. كريت منها الخير ما نسبش بلاد. انتم رديتونا هك انتم رد انتم مرضتونا هك فوقيه وجهي راه وجهي هادي نورمال يا اخي شكون خايف وما خايف حتى مش حيت من ولايه تطاوين ونسكن في شنني فهمتني نسكن في قريه جبليه امازيغي الاصل واللي عينكم فيه فهمت وصلوه. اما راه مش باه اللي قاعدين تعملوا فيه والله ما هو باه والله ما هو باه اقسم بالله لا يجي حرام عليكم والله يا حرام عليك وحسبي الله ونعم الوكيل. وتونس تونس اقسم بالله لا فيها رئيس ولا فيها كلهم فاسدين كلهم منظمه كامله بالجمعيات بالكل كلكم راكم فاسدين والله كلكم فاسدين. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم مريق. هاي انت باش تحكي تحب تواصل كلمه. السلام عليكم من جديد. هاكم تشوفوا في عبيد راهي متيقرا مسكين هكذا يحكي من قلبه الراجل فتى صح كيف بدا 22 سنه برب والله واحد يسكت خير اقسم بالله. هاكم تسمعوا فيه معناها مش انا حكيت بلسانه هاك هو يحكي بلسانه. قال لك اخويا تونس انا ويروحوا بيا قال لك نعاود نحرق. هاي تحب تحكي انت؟ هيجا واصل صوتك هيجا واصل صوتك. شوف انا حكينا معاهم على كيفك باهي مريقل مريقل. ايش باش نقول هو يحكي الراجل جاتني كيف يا راسي يعني نسيت كما قلت لكم راني ويزيدوا لهنا كملوا علينا ونشوف في حوايج مش تهب البركه والله الواحد يا ليل الله محمد رسول الله. يا توينسه يا توينسه يا توينسه قالت بكري مران نتفرج فيها شو اسمها مدام عربي قالت ما كناش هكا والله كلامها صحيح ما كناش هكا والله. قالت كلمة في بلاصتها وكلمة زادها بيرفكت ما كانوش ينظرونا بالنظرة هذه. ولينا توا محقورين وولينا معناها هكا توا. ايش عملت انا هبلت روحي توا شوف معاك الكومنتير. اه
يا توينسة يا توينسة بربي كونوا لحمة مع بعضكم واختاكم من قلي وقتلك وبغض في بعضكم وخدموا توينسة حتى هم يضحكوا عليكم راه متلين راه والله صدقوني يضحكوا عليكم راه ويجي نقول لك يشوفوا تونسي بالحق يخدم في تونس ويخدم في ولاد بلاده راهم يقدروه أما كلي يلحس قالوا هما لك الكول وكل الأمارة كذيك ربي بعدهم علينا راهم يستعملوه كي تورني فيس راه معناها آلة كيك يستعملوه آلة ويبدا رخيص عندهم عليه ما تكونوش متحدين يا رسول الله ما يدوب شيء راه واليوم لهنا غدوه راني البر وذاك اليوم لنا حتى يروحوا بيه ما تدريش كيفاش تقابلوا راه راهي عباد ماشي معناها راهي شبيك ولينا معناها في بعضنا هكا وعلى شنو عليه بغض خاطر هذاك ما ندريش ربي عاتيه والاخر ما ندريش شنو هاي فما عباد تخدم فيها هكا عباد نشوف راني لاحظت انا راني معناها لهنا ما نقلق ندخل نشوف انا واللايف وكذا ونحلل وكذا ونسقسي على فلان وعلى فلتين وفلتلين من بعيد لبعيد ابار هو ما يحكي ونعرف عليه في الاخبار اللي هو ما يعرفهاش وماشي معاه في الخط ونورمال ولا وانه هو قاعد يحفر ويبربش اما راه ما عنده ما يوصل حتى شيء ما نحبش حتى نرجع للموضوع نتاع قبيله خاطر نقسم بالله نقسم بالله نقسم بالله انا من العبيد راني نعيش مره ونموت مره راه ما عنديش حاجتين فيها راني نقسم بربي اللي ما وصلته بشيء وراه يعمل لي اقل حاجه هكا راهي خايف راه من بعد يلوم كالروح ومن انظر فقد اعذر ويوفى لهنا الحديث ثم شكون يحب يطلع معاك في الليل يطلع معايا وين نطلعوا يا اخي سلوهم انا باش نطلعوا ربي معاه يطلع يشوف روحه اش باش نقول يا رب وبالله تو سامحوني تو بالله شوفوا تو بالله ميمو خونا محمد علي قبيله نتفرج فيه واللايف وكذا الراجل ولا قريب يولي خطابه يا معلم قريب ولا مش يعمل ما نعرف شاي فما امراه وفما راجل وفما كذا وفما كذا وقت قال لكم كان اللي يتفرج توا قال لكم فما واحد بخشمه الناس كلنا راهو يميم وبخشومات ما فما حد باش خشم انت زاد نصورك بخشمك زاد حد راه ما يحب الذل وحد ما فهمتني ما يحب شكون يرخص ولا حد ما يحب سيرتوك يبدا يكون باهي البشر ومترب ردوا بالكم تستغلوا وقت التربيه نتاعو ولا كذا الحاصل نرجع الموضوع انا قلت لك ميمو ولا قريب يهز العباد يعرش لها في بعضها وكذا واحد وكا سيد تفرج في سيد زاد عماد خرج مع تونسي من روما فهمتني اسمه ماهر يعني اللي عنده الراديو هذاك الراجل ولا خايف على روحه يا معلم تو هذيك خبيب ملا خون نار ملا لعب وملا ريق وملا اقسم بربي صدقوني عملت كاي وقت اللي ريتك الشيء ذاك والخرم ذاك الكل عملت كاي ما فيش تفرق لكن هنا نحن هكا في بعض كيف مش نلقاو الخير في بعضنا سامحوني بالله فهموا هيلي هيد لكن نحن في بعضنا كيك مرأة مسكينة بنتها ويعني ما نحبش حتى نتفكروا الموضوع ريتو كان جيت لبرا وهتو تشوفوني البرا وهتو تشوفوني ان شاء الله على قريب ما على باليش راني مع الحق نعيش راه قالوا الاخر ماشيين للدار الحكايات يا صاحبي علينا متغربين نحن مش نعملوا في بعضنا هكا والله شي بات منين نفذوها منين نشدوها من هكا ولا من هنا شوفوا حل العبيد وصلوا لنا صواتنا برا شوفوا لنا حل العبيد وصلوا لها صواتها خلي توصل العبيد تحكي مع مندرياش يعني. ابعثوا لنا مسؤول تونسي لهنا علي ما تبعثوش مسؤول تونسي اش بيكم تحبوا نحكي معاكم هكا اش بيكم خبين وجوهكم عليه ماكم تقولوا ولادنا ايش تطلوا علينا لهنا وصلوا لي صوتي لقونا ماهر هذاك وتو نحكي معاه ماهر اما اتو نشوف كيفاه ونحكي معاه ما عنده باتصالات وهو يوصلها وتسمحها لعبيد الوحده في تونس ولا تو راهو تو الواحد تو يخدم راهو بالموتور هذا نتاع راس تو يخدم وتو اما ما نحبش ندخل في خباب الخايبه باينه بير لهنا عندكم يا معلم فكرومه وشيره من غادي باينه فما خنار يا الله لا تجعلني جره يا صاح عندكم خباب اقسم بربي مخبل في كبه عندكم وعليش بيكم يا معلم كونوا يد واحده اش بينا قعدنا نشوف في ظهورات بعضنا قال الراجل الاملس المريول بيد لا تقطعوا اللي اش بينا جيت طالع تهبطوه يا ودي راه ربي خلقنا درجات راه
اخي هو وصل له ما ندريش وعمل له بصحته شابوليل وعليه من مريوش انا باش نولي كيف نعرفه كان نحطمه بعضنا يا عبيد محطمه في تونس قد يفيق وراح حتى شهر مش وليح اقرا في تونس راي المليون وليت كل 100 دينار في تونس هذه ما تشوفش روحك اليوم لنا راه ما تدريش ربي يبعث لك سبب تروح لتونس راه نورمال راه متلينا ذوما راه معاد ايه ومن بعد كي مش تروح لتونس كيف تعيش مش تعيش ما بين الناس اللي حول ولا قوة الا بالله شوفونا كيف تبعثونا مسؤول بجاه ربي لتشنترو هذيك نحكيه معاه نحب نحكي مع مسؤول نحب نشوف مسؤول واصل عنا في تونس ولا واصلين كان تروحوا بينا هذاك اش تعرفوا يا ولدي يهديك خويا يحب يحرق برشا شباب قاعده تحب تحرق يا في بالي يا خويا نقول لكم حاجه كنت تفرجوا فيا من تونس صاحبي يغزل يغزل نفهمكم يا توانسه يا خياني يا خياتي راني نشوف راي شيء ان بصغيرات هنسي بصغيرات راي فما عبيد لنا راي تخدم في الحرام راي تصنع في الحرام راي لهنا مرتبطين عاملين السلسه سيدي يا يوم الاخر نحكي لكم اللي انا فهمته وين واللي قاعد نفهم فيه مع شويه اتصالات راي خبيب لنا يا ولد عمي مش نقول كان مش تحرق يا صاحبي يا خي كان مش تحرق سايب عليك من سيسيليا ما تعبتوش في سيسيليا راهي لعبه راي عبيد قاعده تاخذ في فلوس مرمى فما عبيد من تونس الحريق هذوكا مع كامل الاحترامات للي ما معناها خاتيتها الحكايات هذيا ورايت شنترويات معمولة على ذمتكم يا معلم انت تابت ويقولوا لك يتفضل يرتحوك في خمسة نجوم كما قاعد تشوف ومن بعد يرحلوك تفهم فيا وهاني الناس اللي قاعدة تخدم فيهم لنا ولاد بلادنا ربي يطول في اعمارهم وكعبتين وكعبة هانم يطيشونهم في مرشانة فهمتني وهم هانم يعاونوا فيه أبار خاطر كل واحد يا بعد سايب واش واش شد الطوميط فما خاطر عبيد واصل مثلا ذاك ياكل 3000 اللي أقل منه ياكل 2000 الآخر ياكل فهمت كيفيه وفما راي عبيد مع كامل احتراماتي لينا الناس اللي بالحق قاعدة تعاون في التوانسة شابوا ليها والله شابوا ليها خويا ما ننصحكمش البريود هذيا تحرقوا تتفرجوا فيا من تونس راني سامحوني خويا مانيش معناها نحكي على اعصابي راه ايش نقول لك راه شيء مش تقول باي شيء يتزوق منه البقر يا معلم العواج تشوفوا 100 في الساعه ما ننصحكمش يا توانسه يا البريود هذيا ردوا بالكم ولا كان مش تهبتوا يا ولدي دور على متجارة ما نعرفش انا برا شوف الهكا شوف حكاية سيسيليا اختكوا منها راي كلها لعب وانا نقولها انا نورمال انا ما على بالي بحد اما فما حديث اخر ما نجمش نحكيه خاطرني مانيش متأكد منه 100% ان شاء الله نهار تالي نوستا نخرج لكم على المباشر فهمت رد ربي يعرفوا كان الفلوس ايه يعرفوا كل فلوس خويا خلوها الدنيا فلوس ما مولودين وعايشين في الشر وفي الميزيريا فهمتني احنا الفقر مش عيب احنا سيدنا عليه الصلاه والسلام تخلق ومات فقري فهمت هز معاه كان فعال وين الناس كل اليوم يقول لك صلى الله عليه وسلم عبيد مش فهمتها ما تغى عليهم فهمتني ربي زاد هبط لهم غشاوة على قلوبهم خليهم يعرفوا كان يلموا الفلوس الناس اللي تعاون خلال موجودين خويا بالله فسر لي انت خاطر ليه نحكي ما نحبش موجود العبيد راي اللي تعاون بالحق موجودين راه مبقل وعارفوا وين تحطوا رواحكم عارفوا مع شكون تحكي ولا حكيت الحرقه راي يا خويا سايب عليكم منها سيسيليا كان مش تحرقوا ربي ان شاء الله يوصلكم سلامات اما راي سيسيليا يا خويا اللي قاعد نشوف فيه ما تهبتوش عليه راي كلها لعبه ومنديف وانا يخرو لي فيه حتى يهزوني غدوه راه وش بك حكيتك هكا راه ما عندهم ما يوصلوا لي حول الله الحمد لله ربي والرجال وراي الحمد لله واللي نفيق به يحفر لي او نعودها اخر مرة والله والله هانو ربي يعلم مانيش نتوعد ولا نحلف يا اخويا راني والله مشني نحكي انا بديت غربت وشفت حياتي وعشت انا نكتح حتى للنرويج انا ريت اوروبا مش ايطاليا هيد نرويج سويد دنمارك كوبنهاغن درت فهمت في الاخر بالكل الى متى والعمر شنو يما الواحد يمشي يشوف يا ربي ان شاء الله يكبرنا في طاعته وان شاء الله نموتوا ساجدين للي خلق ما نموتوش على الفرنك هذيك قال قطه
يا خويا اش باش نقطعوا نقطعوا عروقنا يا دي ما فهميش حاطينك في قفص ريتك غوانتانامو تعرفوا غوانتانامو تفرجت فيه في التلفزه الله لا يوري الحبايب بوكا والله الله لا يوري الحبايب ما فهميش هروب وردوا بالكم تجيوا على سيشيليا ونعاود لكم ردوا بالكم تجيوا على سيشيل راي عبيد اني ساعات ندخل يعديولي عبيد من غادي فهمت نكلمهم ونوريو فيه في حاله راي حاله مقرفه راي حاله حليله يا صاح والله ربي نقسم بالله العلي العظيم لكن تعرف روحك في سقور وتحرق وما يشدوكش ثانية تصنع روحك كيفيه موضوع اخر اما رام توا واقفين ليلكم اخي شوف فهمكم حاجة اخي نحنا مش نحكي الكلمة ذاية فما عبيد ممكن ياسر مش اخي في تونس كي هما يروحوا بينا وما يحبوناش نحرقوا زعما ما ينجموش يشدونا الحدود من نحرقوا تفهموا فيا والا لا يا توينس تي هاكا سايبو فهمت خطر عارفك مش توصل الدور كل عصفور يعمل لك من ديف تك تك تعمل لك اي رجل ما تجيبو ايش يشيلها ما تعاش تهبطوا عليها اخويا ها ولت عنا مافيا تونسية معامل هم ولو انهم هم مش مافيا راه هما راهم مش مافيا راه المافيا قاعدة تخدم بيهم وهما حاطينهم في الصدف حاطينهم هكا في نهار اللي تويتي فيهم نقسم بالليل عاد يعرفوا من عاد يعقلوا عليهم بالعكس يزيدوا يعفش عليهم يتعد عصيهم يحيى قالك عندي اصحابي يحاربوا ووصلوا لاباس ومشوا لفرنسا يا ربي معاهم ربي يجيبهم في السويد شنو هي مشكلتكم شنو هي مشكلتنا وشكون هذا فاش يعمل مش حل مشكلتي لا مش يعني مشكلتي محلولة راني أنا يا أخي شو اسمه هو وسام يا أخويا وسام يا أخويا حسام مشكلتي محلولة أنا ما عنديش مشاكل نحكي أنا نحكي باسم التوانسة هذوما اللي جايين جدد فهمت أنا جيت نعمل في ريبوز لهنا وخارج على روح جيت نعمل فترة نقاهة فهمت هي متى يخرجوا أصحابنا إن شاء الله أما نحب ليه نحب نحكي على نتفرج في شوية أخبار في تونس ونتفرج في شوية درا شنو خيش بيكم قالت بكري بموظفة نتفرج فيها فكا معدينها فكا شارع المنقيلة متاع 7 نوفمبر والله بقلبها وقسم بالله فحلر والله نحن قعدنا خايفين يا ما تقولش يا شبيك يا شبيك احكي تكيك والاخر يحفر لك فلين الفوليني هذي منات يا شبيكم يا معال نقسم بربي العزيز قتلهم بكري بنا قتلهم استغفر وقسم بالله كيف حكيتها معاهم يا ساح قتلهم بهيم خذي قرار انا عارف روحهم تحكيت هذي انا تي تحكي على الحشيشي ولا شو اسمه هذي بالشيشي ولا المشيشي ولا شو اسمه انت ما نعرف شو اسمه ولا قتلهم بهيم خذي قرار متاع بهيم تحكي هكا وراي موظفه في ادار اما بنتهم والله نقسم بالله تتفرج علي ولا ما هيش تتفرج علي نتوجه لها التحيه التحيه كبيره برش رجال وما حكتهاش قتلهم بهيم قتلهم كيف ما قرار بيجي يسكر القهاوي من 5 بتاع الصباح ل 7 بتاع العشاء غير راهم يتمنيكو بيكم سحروكم ساحرينكم ودي برا شوفوا رانا في عصر تكنولوجيا تك تك دوروا في التليفونات برا خرجوا لهم اصدموا عليهم نقول لكم حاجه انا ماني فاهمش في السياسه اما قيس سعيد اصبروا عليه سيد الرئيس قيس سعيد اصبروا عليه راهو مشو خايب راهو يا لا خايب لكلب هذاك الاخرين هو ما دخلوا شيء هو سيدي الاخرين هذاك انسان متسايس وسياسي ما تحكمش عليه عشوائي قاري ثالثه ابتدائي الراجل يقري في الدروا يقري في قضاه ومحامي يدي هذيك ما عادش تحكي بالعقليه هذاك بجاه ربي قيس سعيد اصبر عليه شوي راهو طاح في وسط لطف يا ربي يا معلم ينهشوا في كل شيء لم كالجراد عرفتوه الجراد ما يخلي حد شيء وهو مكيك هو جا في وسطهم مسكين عاونوه انتم عاونوه واخرجوا وقفة احتجاجية بالولايات الكل تتفاهموا هاكم راكم تتفاهموا لكن مش نقعد وقت راسي واضرب ولا راه ما يمعسونا كل بيانة متاع الدخان يعني وقفة احتجاجية برا كيما عاملين العباد الكل هاكا اليوم تفرج في سوسة قدام شو اسمها الوحدة متاع الجهوية الإدارة الجهوية متاع شو اسمها هذيك وليت شعاطل بالعربي هي عليها معلم راهو قاعدين بشويه بشويه راهم هما راه اخي نحنا شعب جبان تونس ماني جبانيه راه وبر ماني جبانيه راهو اللي يموت على الحق راهو من دنيته الجنت وراه مانيشني نفتي ولا مانيشني راني اما عليه عليه يعملوا فيكم هكا وعليه يعملوا فينا نحنا هكا لهنا حمدي هذه واحلى معاك
شكوني؟ سامي حمدي ولا شنو؟ شبيه؟ تحب تخرج؟ قلت لك ضرب امراه ولا شنو يترك فيه يحكي بها. شنو هي انا ضرب امراه؟ هي كذبه. انا ضرب امراه. هي سامي حمدي. تبي ليه مش نقعد انا طايح على سامي الحمدي هذايا ولا شنو؟ اش بيك يا سامي رابطه بهيمك معايا؟ انا ما نضربش نسير، عندي اختي تخدم استاذه. تفهم فيا؟ وما نضربش نسير. علاه نضرب في نسير؟ برا ربي يهديك اختي، ربي ان شاء الله يلطف بيك، وكانك مريضه ربي يشفيك. هذه ناس منها تمشي الدم. بالله اختنا منها. حبيت نقول ونعاود يا ودي انا في من شهر رمضان في ذي البركه تهبط فيه مش يقطعوها علينا معناها البركه. اخي شهر انا في العام وليناش عايشين مغبونين في تونس. والقهاوي قال لك تسكر. يا معلم كيفاش تحل انت من اخي كورونا ما تدور كان من السبعه الفوق حتى للخمسه، ما تدورش من الخمسه بتاع الصباح للسبعه بتاع العشيه. ودي راكم ضحكه، راكم اقسم بالله راكم حكايات تطلعوا فيها تتمنكوا على عبيد استهبلتوهم. ما فهمتش والله لا فهمت. والقهوه شنو برعتيه مليون في الشهر وسكرها له القهوه، ما عندكمش فلوس عندكم وتكذب وقاعدين تعبيه. ومن بعد مش تهربوا من تونس وبين لعبتكم وتو يتفكروها، ها غير اقعدوا في تونس اقعدوا عبيه وكيك. هذا اذا ما كنت مصطادوا كومش كعبه ورا الاخر. استغفر الله العظيم يا رب. وليت شبليد معلم اللي عنده درشناية برعتي مليون القهويجي في تونس وسكر يالو القهوة. في مليون ولا ايش كل 100 دينار؟ شبيه؟ عواشر تونس انسهل. شنايا؟ عواشر تونس انسهل. ياي اختي هكا كل شيء عاد نحوه في تونس. يحبوا يردوها ما حد، ها؟ ربي يفرج عليك. يرحم والديك ربي يفرج علينا وعلى امة محمد ما المرض والبليه اللي بعثوه لنا، وزادوا بعثوا لنا كعبيات كورونا في حاطينهم في ال ساركوزي جا لتونس. نعم؟ قالك ساركوزي جا لتونس. ساركوزي جا لتونس؟ وقتها؟ تي هادي بلاتي هذيك الكل راهي لغه يا معلم، تي قريب تونس تردوها محطه نتاع ترا والناس الكل تهبط غادي. ولا عيب ولا عيب ولا نخرج هكايا توا ذي المره الثانيه ولا وني ما نحبش راهو شاي الواحد مش يفلقت ولا شي زاد الواحد. اخي تستقبل بالله والله ساعات نقول سحروه الشعب التونسي. اخي خارج لكم يقول لكم الخمسه بتاع العشيه للسبعه بتاع العشيه بربي سامحوني. كيفاه الجرون سيرفاس هذوك اللي سوبر ماركات هذوك الكبار يخدموا بتاع سيفلين وسيفلين وكلي عنده في المارشي حوينته ولا ما ندريش شنيا ما يخدمش وقهوه ما تخدمش وكلي يسهر بالليل هذاك باش يستقاط ويسترزق ويعلم به ربي وكنكهة رمضان يحبوا ينحوها وكلا حكايات. وعليه مش منزل عنا احنا في تونس نزل عنا شهر رمضان ولا عيد اضحى ولا عيد صغير ولا ما ندريش شناي. روزة قلت لك عاوننا وشي. نعم؟ عاوننا وشي. شكون عاون؟ بيش مش نعاونك وخايتي والله كان جيت نقدر نعاون. قولي بيش مش نعاون. هنخرج البرا ويجا اقصد خوك وشوفني نعاونك ولا نقدر نعاونك ولا تعلق لك بالفيس رابطه معك تعرفك اخي سامي حمدي هذي. شبيه سامي منين هذي؟ اش تحب اش تحب اش بدا يشوف شنو كتبت تو؟ بعثت لك فيس ولا وين تعيش يا سامي يا خايتي شبيك يا سامي؟ لاباس؟ تحب عزت لك كتبت لك في الكومنتات اخي انا تعرف انا ما نبيع شاي راه برسل علي في بولزانو 18 سنه عمري ما نبعت جوا زطل ريت روحك تغلط. انا خدمت على صغاري بالحلال يا اختي يا ساميه ونخدم بالحلال وعمري ما بعت راني زطل. وبربي المره اللي فاتت هكا انتقد كلمات نسيت انا فما اي زوز نقاط قلت التوانسه معروفين من قبل مانيش نون جينيراليزي راه في التوانسه الكل فما توانسه لنا ربي معاهم ونحييهم وربي يكون في عون. نحكي على كابتن وكعبه فهمتني مانيش الكل فما ناس تخدم بالحلال ربي يكون في عون. وكلمه اخرى نحب نقولها لا اله الا الله محمد رسول الله فاست في عليا تو نسيتني فيها يا
يا رب باش نقولوا ما نعرفوش عليهم شيء. لقا راهو تبيعوا قطايع هذوك معلم، راهو البشر يوصل غادي اذا عجبهم وكذا كل عليه ليش فهمت يبداو يفرزوا فيه. فما حتى الموضوع هذاك عليه قلت لك ما نحبش نحكي راهو في برشا مواضيع فهمتني. فما عبيد مشات قطايع راه فهمت، فما عبيد تحكي لي في الموضوع هذا وما زلنا نحن وان شاء الله ربي يخلص. واحد مش تو مش نتفرغ يعني ما عادش عندي حتى شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. عندهم شر شنيا؟ عندهم شر ولا اتصال لا حتى شيء خويا ما نجمش نطلعك راهو معايا خاطر ما فهمت. فما من بكري تو اصحابي زاد يحبوا يطلعوا معايا ما بيتش يقول لك شو كيفية طلع هذاك ماك تعرف نحن فهمت. سامي حمدي اذا نفضوا بيك بعد كمل الله يطول. واسمعوني اسمعوني خي نورمال انتوما في الموضوع هذا يا تونس يا جيل يا تونسيه مع كامل احتراماتي نعاودها للناس اللي بالحق خاطر فما هكا حسب ما فهمت فهم. اما قليل فهمت ديما يقول لك راهو البيت تلقاهم بقله. ها نورمال الحكايه هذيا تونس تموت توما زوز تلين مشاو ليبيا قلبوا عليهم الدنيا زوز تلين درنيير مون باش يجبدوه عالم كامل اسمع به ونحن الموتى كرشتة وما على بالكم مش بينا يا معل عليه عليه. سمير يعرفك واحد هذا سمير بن عمارة قالك يا دق وينك. اه نسمر هو سمير ما له حاي الكل ليب يا سمير الكل ليب تفهموا فيا كعب زوز تلين في ليبيا ربي يسهل عليهم زوز تلين في ليبيا خلينا نحكي معاهم شغل ليبيا سمير برا سمك على شوي مش على سمير هذيك ولاد حمتها ولا شنو أه؟ ولاد حمتها مش عارفين عليهم يا اختي راني انا في حبس توا راني في حبس فهمت راني في ضيق في 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 معتقل ريت غوانتانامو ينسمى وتيل على هذا ان شاء الله ربي يخلص واحلي وطن نعمل لكم بحول الله ان شاء الله اللي قدرني عليه ربي تو نجم نعمله راني نعمله راه علي ريت واللي قاعد نشوف فيه فما كعبات خامرين لهنا في الجاليه التونسيه حاشا اللي ما يستاهل ومعك كامل احترامات وتو يخرهوا لي فيه حتى كان مش يلعبوا لي على المرويح تو يتلفتوا بعد جمعه يلقوني لهنا وتو نقول له شو عمل معايا وعلاش انا مش نعمل معاه اما انا ما يروحوش بيا هذيك في راسك بربش نيك روحك انت يطلع اهبط تتكلم اعمل اللي يظهر لك ما تخلصش انت لهنا راهو يخلص واحد اخر في البلاد ورد بالك راني متربي وعاقل رد بالك مش موضوع والله يا ربي نوعدكم نخرج نقسم بالله باتصال مع ناس بالحق راهي قاعدة تحب التوينسة ويحبوا يعاونوا التوينسة راني نقف ونعمل اللي نقدر عليه خطر لنا راني محصور وريتو تليفون من صحيح يعرفك بالعباد اما راني نحب نخرج البرة نمشي ديريكت للعباد نحكي معاه خطر فما عباد لنا في روما فما كعبتين وكعبة بار لهنا فهمتني نحب نمشي نحب نفهم يعني مش حبار نفهم نحب نمشي نشوف عبيد يا دي عبيد مفقودة عليه عليه دي قلت لكم زوز لين الدنيا قلبوها عليهم بجابوهم من الليب في حابس وطلعوا في حابس وفلا شنية وجابوه واحنا الموتى كرشتة كل يوم تسمع ودرا شنية وبار المفقودين لأنهم تليفون بس يكلموا والديهم ومشويين عليهم ودرا شنية ودرا شنوة وكذا 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 وعليه عليه اصعب السنتر الموجود في ايطاليا ليه خذ نتفرج فيه مسكين امه طردته من الدار جاء حرق روحوا بيه قالك شافتني في ايديها الماكله مسكينه كي تخلى الدار طيحتها وديخت ومرضت بالقلب ويبكي وقالك اخويا انا الدار ما نمشي ليش امي كرهتني واش باش تلقاو فالكم يا خلي دياركم قد ما خليتوا ديار يا حاشا اللي ما يستاهل ايش بيه هذا يا سامي يا رب تتمع يا سامي تو كي نخرج تو نكلمك تو نعطيك نمرو يا تو نشربوا قهوه مع بعض رانا مخلينا ونمشينا اسلنا عليهم اللي هنا في قروس يعطوهم تليفون رغم هو يعطوهم تليفون السنتر ايش اسمه اخويا قولها تكتب اسمه الواحد متاع اسمه لقب قد ايه عندها قالت شهر شهر رغم يعطوهم تليفون رغم جابوهم قول لها اسمه نورمال ما رغم جابوهم لانا قول لها اسمه ممكن رغم يعطوهم بالله واعلم بيهم يا اخوي لا يعطوهم تليفون سمعت انا تيدي بالله خليني نشيك في بيه بالله تي الحصيل وشكشوكة في بيدور ان شاء الله يا اختي ربي ان شاء الله يسمعكم عليهم علم الخير واكتب لي اسمه ها طفل يقرب جنبي لهنا فهمت اكتب لي اسمه ها تو نسقسي لك عليه لهنا تو نسأل لك عليه
ايش مش نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الله ربي يخلص حالك. يرحم والديك اخوي يرحم والديكم. لو حال راي تخلص بريما بويرا وتولى بعض راي تخلص فهمتني؟ واحد مش وقات الروح باش ولا رقصت ولاته ولا ما محكوم عليه ما بدل حياه ولا هي ما اليوم ولا غدوه تخرج والعباد تتقابل وفهمتني؟ ان شاء الله ربي يخلص حالك. يرحم والديكم. قصة اسمه ثابت. ثابت ها؟ ثابت الرحل. 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 كما كي يظهر لي. والله ما نسألك عليه ثابت الرحل، والله ما نسألك عليه. وكان لزم كانوا لهنا كان ما خرجش فهمني باش نكون عند وعدي فهمت؟ نشاور الراجل وكان ما خرجتلكش غدوة لايف تو الراجل يكلمك إذا اللي كانوا لهنا، إذا ما كلمتكش أختي إن شاء الله ربي يصبركم وما تخممش، ممكن ياسر يكونش في تشينترو آخر. ممكن خاطر أنا تشينترو هذا تاع غوريسيا راهو في حدود أوروبا الشرقية في حدود سلوفينيا وفي حدود كرواتيا وكا وش اسمها الأخرى فهمت؟ ثابت الرحالة. ثابت الرحال والله ما نسألك أنا حلفت بولا وراس صغاري ما نسألك عليه في الشنترو هذا إن شاء الله غدوة يجي ولا تو نشوف قدام تو كي يجيو ينظفوا من بعد تو نقول له بالله ساقسي لي على الاسم هذا شوف عبيد مشوية على صغار على خويته يا ربي حني يا ربي عايش خويا ما غير مزية وقتي إن شاء الله ربي قدرني وإن شاء الله ربي قدرني ومبشركم ونسمعكم اللي هو مازال موجود لهنا هذايا الأخرى مرة أخرى؟ ها؟ هذايا ديدي طاهر قالك إن شاء الله بخير. شنو أنا فيها؟ بالله سامحوني يا جماعة كان نحكي. من تالا برب. من تالا هو؟ من تالا. هذيك قالت لك أساميها ميمون وعادل. مأمون وعادل. لكن لقب. مش مشكل مأمون وعادل ميمون وعادل. والرحالي وثابت الرحالي بالله تفكرهم لسامي فهمت؟ هكا جا تزيري تو نحكي معاك اكتبهم في ورقه برسم سيكني تو تسمعوا بيه هكا يا اللي تتفرجوا تو تشوفوا تو بيه هكا اخته ولا امه مشويه والاخر امه واخته مشويين عليه ونحن لهنا قعدنا كان وفهم ايش بيك من استغفر الله العظيم حاولها ولا قوه الا بالله سيبوا العبيد هذا اللي تشوفوه ناجح ماريوه والله تو تنجحوا نقسم بالله يقول لك ماري ولا تكون حسود والله تنجحوا والله يا ربي رانا قعدنا لتالي من الحوايج هذيا راهو في بعض بيه هكا تبداو تتفرجوا واحده مشويه على بنتها ولا قلت على بنت على ولدها والاخرى مشويه على اخوها تحليلكم النوم تحط راسك ترقد نورمال وتقولوا يا ربي حني سيدي راني نحترم كل مواطن تونسي من الصغير للكبير للي يتبع على حسير ما ندريش للمسؤول للمندريشي انا اي تونسي راني على راسي انا هو اللي نحطه تحت الخائن راني نبهذل بحال واضح عبيد موتة في البحر ونحن قعدنا كنا صغاريه اكثر من الكسكسي هاتو 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 هاو هاو قعدنا نمحو كان على بعض التراب ريتوه اكثر من الحفر شوفوا حلول للعبيد ايش اكتبهم احمد عايش خوي كتبتهم اختي هاو اكتبهم لسامي والله ما نسألك عليهم اقسم بربي وان شاء الله ربي يصبركم ما تحطوا شيء في بيت هاي تسمعوا تتفرجوا يا مسؤولين يا كيفاش هيا يا لجنة ولا شسمها ولا شقولوا لها انتوما ولا تتفرجوا بيه هاك عبيد مشوية على صغارها وعبيد مشوية على اخواتها انتوما لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يخيب ربي فهمون انتوما حاطينكم نقمة يا ربي نقصد في العبيد راهو سامحوني راهو نحترم كل البشر انتوما اللي قاعدين تخونوا في التوينسة لهنا وقاعدين تخدموا في خدمة بتاع دوبل رول سلام
سامحوني بربي خلينا نعطيه الورقه خلينا نشوفوا على الاسامي هذاك. سلام محمد. بالله شوف لنا الاسامي هذوما موجودين لهنا والا لا؟ برحمه والديك راي عبيد كلموني من بلاد. واش كاين هنا في هذا في الشنترو هذا والا لا؟ والله ما نكذب عليك انا ما عرفش الجداد ما عرفش سمياتهم هنا. بالله شوفهم فما واحد امه تو تكلم فيا تبكي مسكينه قالت لي راهو عنده كيما نقولوا شهر ما نعرفوش عليه وي. والله مسكينه تبكي يا حاج. بارا شوف هاني لنا كي ترجع من بعد بالله يقول لي برحمه والدي دير عندك ثواب عند ربي ربي يبارك لك. اختي كان مازلت معايا انا عطيته الورقه تو يشوف تو نقول لك من بعد كيفاش شقلت انا تو بربي يشوفوا حل للعباد بربي بربي يشوفوا حل للعباد هذي يخافوا ربي و ورانا بنادمين رانا البشر ضعيف راه واش ما جاي اثر فيه دقوا ببره تو يقول لك حايط في قرتي معناها عباد ما ندريش انا ودرا شنو وحكايات واش بينا ولينا هكا في بعضنا عليه عليه بالله عليه الواحد ما لسانه شدوا كرومب ما عنده ولا ما يحكي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بيه هكا انا ما نتمناه لحد فهمت عندك الموت والحبس والسبيطار ما نتمناهم لحد اما بيه اكيد شيخ انتوما كاللي لكن اللي عندهم يدين في الحكايات هذي بيه هكا العبيد كي تبدأ هكا بسكرين عليها ولا بيه كي تسمعوا هكا أم ولا أخت مشوية أم مشوية على ولدها وأخت مشوية على أخوها ولا امرأة مشوية على رجلها ولا كل امرأة مسكينة يا رسول الله زويز بنيات لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا معناها فما عبيد معناها مع كامل احتراماتي للناس اللي خاطئة إذا فما عبيد تتفرج فيا تو تسمع فيا معناها عندها نورمال الحكاية هذه باش يكونوا سبب في الحكايات هذوما يمشيوا للبسيكياتر ولا يمشيوا للبسيكولوج ولا يمشيوا خاطر ماهمش نورمال راه خير من اللي من بعد ما ندريش تصير لهم حاجة معناها هاي تصدقوني نقسم بالله اليوم الصباح فزيت جيت مش نعيط لشي اسمه مش قولوا هاي جيب لي ورقة مش نصحح له قلت نمشي نروح نعدي شهر رمضان في البلاد تمنوا الأمانوا بالله من الشيء اللي شفته من الخباب اللي متاع العبيد في بعضها يودي قالوا درشنية جالية تونسية اخي انتوما جالية يا ربي يا رب مع كامل احتراماتي للناس اللي بالحق بالحق توانسة ورامية روحها للموت كما شفت فما شكون رامي معرض صدره ورامي روحه يحب يكشف حقائق ويحب درشنية مع كامل احتراماتي للناس هذيك انسي تانتي دي كابيلي بيرفوي باهي يا خويا الغالي باهي نريك هيا سيدي هذوما مش يجيو توا يبداو ينظفوا وخياني وخياتي وصحابي وصاحباتي وحبتي وحبائي وتحية كبيرة بارشا لتونس بربي نحكي لكم حكاية ريتوما اللي يحكم دوما توا فما كعبتين وكعبة حاسبينها هكا ما ندريش شنيا حتى في تونس عطيه سؤال قل له عالم تونس شنيا النجمة وشنو الهلال وعلاش لونه أحمر أقسم بالله في العشرة إذا جايوبكم واحد رانا في التوب في عبيد حاطينها ما تعرفوش العالم تونس ما تعرفوش ما تفهموهاش وليد ما كاينينش سجورو شي سوت الأنوار ما الأخبار هيك يا خيتي كانك نزلت معايا راه قال ما كاينينش ممكن يكونوا راه في تشامبرو ويقر فهمتني
ممكن يسرهم يكونوا في معتقل آخر، في مركز ترحيل آخر. تفهموا فيا خويا؟ والله يا وجه تو كنت اسمع فيه قال لي راه ما فماش لهنا، مشى الواحد للبيرو نتاعو هو اللي عنده الكمبيوتر اسامي اللي حاطينها لهنا تبدا عنده. كان تسمع فيه قال لي انا مشيت للانور سالت عليهم راه ما فماش. ممكن يكونوا في شو اسمه مركز ترحيل اخر، ممكن معناها مازال ولود خاطر ريتو المركز هذا يجيبوا له كان اللي يعيشوا في ايطاليا واللي جايين جدد كما نقولوا بقله تلقاها لهنا، فهمت؟ تفهموا فيا والا لا؟ اللي جايين حرقين جدد تلقاهم بقله، فهمت؟ هما راهو تشين ترويت لوطه المراكز نتاع الترحيل لوطه معبيه برشا برشا فلوس، يوليو يوزعوهم شويه منا وشويه من غادي فهمتني كيفاه اختي؟ ان شاء الله ربي يقدركم وان شاء الله تلقاوهم يا سيد النبي الفضيل يا رب. الله يسمعكم جاء العواشر هذه ان شاء الله تسمعوا عليهم كان الخير. والله انا ما نحاول معناها نسال في تشنتروات اخرين فهمتني، تو نحاول كيفاه نشوف معناها انت وكيما قلت لك عن طريق سيد تو نحاول نتصل بيك اختي. لا سامي ها هو ما عندي مخاسر راني انا فهمت، ما ورايا لا حتى شيء، نقدر نعمل البيع راني نعمل البيع باش ما تقولش معناها يكذب علي. ها اش باش نقول يا ربي، وليت الذاكره على قد مرجع بيكم بالله. تو فما عباد تحكم فينا وفي تونس، قلت لكم اقسم بالله لا كان تقولوا العالم شنو ولا شنو يرمز هذايا وعلاش احمر والنجمه شنيه والهلال شنيه تو يبلش تو يقعد فمه طاقه وخليني نقولها بالله وسامحوني فيها وزكوا عليك تو ما يفهمهاش ما يعرف فيها ما يعرفوش عالم شنو ويحكم ويعمل هكا ودركي فيها واحد وعبيد تعاون فيهم ما ندريش حتى في الكياس ما يعرفش يمشي مش يعرف يتكلم شني نحكي معناها جاهل. على الاقل معناها عملوا البيه يا معلم، عملوا البيه تو يصادفكم، تو ما يصادفكش انت يصادف بوك يصادفك بوك يصادفك في ذريتك ما يصادفكش، لازم معناها لازم باش يصادف. اغزر من في عيننا في بعضنا اش صاير فينا، اغزر يا رسول الله اغزر اش صاير فينا من في عيننا في بعض خاطر عارفونا سايل واضح. اما كان جينا متحدين يخراولنا فيه، سامحوني مع كامل احتراماتي للناس كل، سلام على كل من رد السلام بامن وامان واحترام. لا اله الا الله محمد رسول الله. بربي بالله كان فاهم شكون ينجم يواصل صوت العباد اللي قاعده تعمل في مرسى عليك يا اخويا الغالي. نعم بوزينك يا اخويا الغالي محلاكم وان شاء الله عواشرك وعواشر اللي يحبونا مبروك علينا وعلى امه محمد جمله وعلى كل تونسي خاف ربي وما يعملش الشر. ان شاء الله عواشره مبروكه وان شاء الله يدخل عليه رمضان بالبركه والخير ويتفكر اللي العمر قصير. دورتهم كاميرا باش تشوفوا الخدمه باهي هم شوفوا اللي طاب اسمعوا فيا احنا رانا هكاك رانا ديما هكاك مش بوليس را ها شوف ها تو منا خطرنا بهين نحن بعضنا فهمت كيفاه هانو يحط لك واحد من بن عميس يحط لك واحد بن عمك قلت فين معاه هما انا قاعدين في البيروات جاوكم بيه مريقل صاحبي مريقل مازال راه الخير القدام مازال اخر كلمه باش نقول اللي ما يعرفنيش حتى هو يعرفني بالقدا كان يحب يعرف واللي ما يحبش يعرف
ما يحاولش يفهم باش يضرني. ولا يضر اي تونسي. خاطر راهو يجي نهار ورايح حقيقته تتكشف. وراهو يتضر. راهي فما عبيد كي تتظلم راهي الرحمة تتقطع من قلوبها، خاطر الناس ما تظلمش. وإذا يتظلموا راهم يتحولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالله بالمناسبة هذه للجالية التونسية. بربي بصغاركم برضاية والديكم كيف مش نقولكم، لكن تقدروا تعملوا حاجة علاش ما تعملوهاش؟ والله مغاربة يضحكوا علينا نقسم بالله. فما واحد خدام من شيخ علي هنا لهنا مغربي قال لي التوانسة ها؟ والله المرة اللي فاتت نفدلك أنا وياه جبالي بضحكة. قال لي شبيكم يا معلم كان التوانسة يا. قلت له والله غالب يا صاحبي. ما هم اللي يحكموا فينا هم الجالية التونسية اللي عان. أخي هما ما عندهمش الجالية لهنا المغربية، ما عندهمش الجالية الجزائرية، وما عندهمش الجالية الموريتانية، وما عندهمش الجالية. أخي شناهي توا حكايتكم بالضبط؟ وين تحبوا توصلوا؟ وإلى متى؟ إلى متى؟ الآخر ليالي في درشنية، الآخر حانات ساقيها وما حانات شيديها. هاو الاخر سرق درشنية والاخر درش بيها. يعطيكم بفضيحة ان شاء الله. قد ما انتوما مفضوحين. حاشا اللي ما يستاهل. اش بيكم عاطلين اش بيك؟ بدي مش تحكي علي انا، بدي ادي برا اسهل واهبط ليجا برح بيك للقروين وتو تعرف الرجال وتو تعرف الرجال وتو تعرف العبيد. اش بيكم جايكم الرابعة الثالث راني يا معلم. تفهم ايش معناها رابعة ثالث؟ ما هيش فخرة نحكي لكم. البشر اللي قدامكم المتربي هذي نخدم في البيبان قبل مريقل جوي ديسكوتاكات وجوي كباريات ومن الفنانات ما خرجتش وما الحكايات هذيك. الحمد لله تابع علينا ربي هربنا من تونس جينا لهنا. فماش عبد راه ما يغلطش راه ماناش معصومين من الاخطاء كلنا نغلطوا راه باهي. اما المشكله فاكلي يتمادى في الاخطاء نتاعو، يبدا في باله بروحه قاعد يغلط ومازال يتمادى في الاخطاء نتاعو ومازال يزيد. اما اللي يعرف روحه حتى غلط في بشر ما فيها باس مش يطلب السماح حتى من ضميره. ابار فهمتني وابار العبد اللي يطلب منه السماح حتى من داخل في ضميره يبدا مرتاح. اما نحن نظر وا 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 ان شاء الله على قريب ان شاء الله على قريب. عايش خويا ربي يفضلك يا باهي يا غالي ربي يشدلك في صحة بدنك ان شاء الله على قريب. فما مو فيش ابي ان شاء الله. انا نورمال انا ورسني بي محمد نخليه لهم فضيحة. نهبط لهم البروغرام نتاع الليالي لتونس خاطر بالقانون باليونيسكو باليونيسيف باللي تحبوا انتوما باللي يحبوهم وهما ما يعملوهاش. هما ريتهم ما يعملوهاش يا معاي خاطر عركت لهم لنا باروقي عندي زوج صغار لهنا ويهزوا اللقب نتاعي باش مبرد على برشا عباد. ولا ويني ما نحبش نتيح لك المستويات هذيك. اما مساكناتك اللي خاسره الفلوس التوانسه راه ولد بلادك راه ولد عام تيري توم تلين تيقول لك هو ولد بلاده ما لقاش فيه الخير. هاو مش يلقى فيك انت مش تلقى في الطلياني الخير. هما ريتوهم مش يحبوا يحبوك. علاش نجحوا هم رغم اللي باهي كانوا مستعمرين ليبيا يفهم وحدك انت اللي نكتوا عليهم. احنا ليبيا مش مباهيل لك الدرجة اللي معناها باهيل. اما يمشيوا هكا ديريكت يعرفوا من الخبيث من راجل
من البيهي من الخايب ما همش خايبين هم في الاخر بالكل ما همش خايبين في الاخر نحن عند هما ما جاونيش غادي هما قاعدين يمصوا فينا بلغة اخرى من اللوت غاز متعدي لهم بترول متعدي لهم وانتم ما اقعدوا في بعضكم هكاك هذاك قال لي هذاك عمل لي الاخر عند قيدة الاخر هك تشوف فيهم في بيرويتهم وخدام انا ولينا عرب في بعضهم اللي هما في وقت من الاوقات كانوا هما خدامة عند العرب تحبوا رواحكم تنشحوا ونحبوا رواحنا ننشحوا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله وراكم وراكم وزمن طويل وقتلوني اي وقتلوني ورايا الرجال تطلعكم نيكم ممكن تدخل في كرش حوت وتوني جبد لكم خناركم الكل وعلى الشيء اللي تعملوا فيه في التوانسة هذي وعلى عبيد اللي مقطعينها وتباعت طروف وعلى عبيد اللي تنحيوا لها في اقتياحها الميكانيزم نتاعهم من داخل والله ما نفضحكم حرام عليكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يلي ما تستهلوش حتى تعيشوا نقصد في فئة معينة وعارفين ارواح وهاني في تشينترو غوريس يجي واستناوني البر سباريون حرام عليكم ولا حرام عليكم الاخر بيع ذهب امه الاخر ما ندريش اش عامل الاخر اش عامل يجي يوصل لهنا لاعبين لعبه خليه يخرج من تونس يوصل لنا ترجعوا تحكي هذي تعملوا فيها هلية باش تاخذ على الراس دراك قديه والله طول اعماركم مع كامل احتراماتي للي ما يستاهلوش تقعدوا كل كلاب تاكلوا ما تشبعوا تجريوا ما تعيوا الله يفضح ان شاء الله اش مش يقول فمي ويش نقول لك راه البي بي والخايب خايب راه العباد راهي تعرف راه البيهرة عمره ما يقول انا باهرة خاطر الخايب يقول لك راني باه اما البيه عمره ما يقول راني باه اذا وصل قلك على روحه كلمة يقول لك راني متربي والتربية هي راه دي مصري وروحها وحدها راه وهنا مع بعضنا هاني في ايطاليا الوقت الحالي ران وحتى كي نحب نرجع راه هما ما يحوسوش يفهموا هم نقول لكم من الاخر ما همش مروحين بيا راه انتوما اعملوا اش تعملوا انتوما اللي قاعدين تبربشوا علي تسخيلوا البشره ذا ما ندريش كيفاه اما راه عندي رجال ورايا رجال فهمت وراني من عائله كبيره فهمتني مع كامل احتراماتي للناس المحترمين والناس الباهين والناس المتربين والناس اللي تقدر والناس اللي تفهم اش معناها تونسي للتونسي راح شوف في الدنيا هذايا تعلمت حاجة والله صدقوني نحكي معاكم قاعدة كم مرتاح نبداش حتى نحكي أنا واحد راس راس ونقعد نحكي معاه في الوقت هذا ما تتعديش على عبيد واحد والله صدقوني نقسم بالله لا بريما ريغولا دي لا فيت الريسبكت الريسبكتو بريما ريغولا دي لافيت نقولوا احنا بلغتنا القدر يطول العشرة اذا طاح القدر وساي فات عليه ما نستحفظوش احنا على عشرتنا شبينا ما خيبنا راه قاعد نشوف في عباد راه دوخت مخي وقف والله والله ساعات يجيني هكا معناها فما لايف هاي نقول لهم ولاد بلاد ندخل نلقاها عارك ندخل نلقاها وقال لي قلت لك اخي جاي لهنا باش نتلاقوا في هذيك انتوما ولا باش تعاونوا بعضكم وتعاونوا العباد يا عبيد فيقوا على رواحكم ودي انا رم على باليش نقسم بالله ودي الى متى مش تقعدوا ماشيين في الثنية ذيك والله يريد كعبتين وكعبة يرحم والديهم بالحق الناس قاعدة تحب تعاون التوانسة لهنية ودي انا راني نورمال الروح راني نرجع غدوة نرجع لك ما تدريش منين نطلع لك اقسم بالله والله لا تعرف منين نطلع لك ولا يجي لبالك اللي انا وصلت لك مش تهديد راه اما ما دام وصلتك بشيء ما توصلنيش بالعيب يرحم والديك شوف يرحم والديك حدك غاد خاطر ما عملتش معاك العيب باش تعمل معايا العيب مش موضوع انا ولا نطيش في كلام ولا كذا حتى في بعضكم انتوما حتى في بعضكم اخي كيف فيها تخرجوا اللايف خنار وخبيبل ومخبل في كب
وتحكم في بالكم مش عالم كامل يتفرج فيكم في الحكايات هذيك. وقال لي درشناوة والأخرى بنتها والأخرى درشناوة والأخرى ولدها يا يما وخايتي والأخرى سرق لي منقيلة والأخرى ليش إيش بيكم يا معال يا أخي جايين أنتم باش تعاركوا في بعضكم على حكايات كيف هكاكا مالا باش مسميكم جالية تونسية باش تدافعوا على التونسي وعليش ماخذين المسؤولية هذوك خي وليت شعبيت معناها يعلم بها ربي تخدم على رواحها وليت توصل في أصوات العبيد ودي نخرج لكم البرة ريتوا شكونوا صاحبي صاحبي صاحب الحق هذاك راهو صاحب مش يبدأ يتلاهوت يبعدني خير نقعد معاه سلام سلام ويجبد روحه ونجبد روحي منه خير ونحكي لكم من الاخر على الاخر ما عندي ما نعمل انا فهمتني يا غنى نورمال هكا انا عايش نو نورمال انا فاهم خاطر حتى ما ندري شكيك تحركت في داخلي حاجه نحب كيف فما حوايج فلس قريب هكا نحب نكشف هكا شويه حقائق مريقل خاطر فما عباد مسكنات ولا ربي مسكنات نعرف انا اش معناها خاطر عندي كبده ونعرف وصغار ونعرف اش معناها صغار وتغربت ونعرف وتمرمت ونعرف وبت في الخرب وعشت عيشه فل وفي الاخر الدنيا هذايا هزيت حتي تعلمت اللي هي حتى شيء في الاخر بالكل قطنا وكفن ويهز معاه كان فعله ما يهزش ليه ورويت معاه البشر كان عمل به من اللي يبدأوا يغسلوا فيه رمي مش يبشروا به واللطف يا ربي الله لا يوصلنا باش نعملوا كما برشا عبيد ورسمني به محمد تمنوا والأمان بالله أنا نحكي مع عبيدك معاينة خاطر فما طاو شكون فهمني فهمت خاطر فما حتى من حومتي قاعدين يتفرجوا فيا وفما عبيدنا يعني أصحابي والله كي نظلم عبد قبل وقت الهيجة والتيرة وكل يا ربي يغفر ويسام والله لا نرقدها نقسم بربي العظيم ما نمشي ندق عليه الباب ونطلب منه السماح في قورتي باش نعمل عمال واي يا 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 يقوى عليكم كالربي يا معال وتفكروا لو كل قوي وراه قوي راه الله حكايات ورويه مش نولي لكم كالجوكير المره ذي نحكي معاكم هكا يا بالوحده ما نزلت حاجه بركة ان شاء الله على قريب ما نفهمهاش لهنا بالتليفون يلزمني نقابل العباد شخصيا وراني اذا رجعت لايطاليا ولا لا يقدر يروحوا بي وما يروحوش بي بحول الله واصلوا واصلوا كملوا كيك واصلوا كانت ناس قبلكم وقبل الناس اللي كانت قبلكم كانت ناس اخرى قبلكم وبعدكم انتم مش تجي ناس اخرى وبعدكم شي راو البشر يهز معاه كان فعلوا تفكروه على الاقل كي تفكروكم عباد يقولوا والله يرحم والديهم تفهموا فيا باهي الرحمة على الوالدين راهي باهي تقعد صدقة جارية واضح وما الحياة الدنيا إلا لعب وله برا ربي بارك لك عشيت راني معاك راه نشوف فيك صح الحاصل ونحب نعرجك على منعرج فيراج رانا ما نشبهين في بعض قعدنا كان نبصوا على بعض فما حاشا اللي ما يستاهلوا مع كامل احتراماتي ليل فهم صحيح فهم اما قليل فهمتني برا اعملوا حل شوفوا كيفاش معناها تفضوا كنت تحبوا تخدموا يا جالية وكنت تحبوا تعملوا حل للتوينس شوفوا كيفاش تعملوا حل للتوينس وحل الساعة شوفوه قبل لرواحكم انتوما فهمتني شوفوا حل لرواحكم انتوما قبل ما تشوفوا الحل تفضوا مشاكلكم في بعضكم وبرا بعد شوفوا مشاكل العبيد كي تفضوا مشاكلكم في بعضكم ما تنجموا تفضوا مشاكل العبيد انا ما طالب منكم حد شيء
هكاك خاطر ديت حوايج وخرجت اللايف وخرجت مقطعت وما يا ليتني ما دخلت في الموضوع هذا خاطر نعرف روحي مش نكمل القدام من العلا والرخلاء اصلي الاصيل جلاسي مع كامل احتراماتي للرادسة التونسية الكل واضحين ومرحبا بكل بشر يحب يعرف بنية صادقة كان مش تدخوب تخليك بعيد لأنه ولا في تونس راه وربي يهدينا على بعضنا وكها خنتو بالله فما عبيد نحب نقول لها قاعدين انتم تعاونوا في التوانسة ياكم قاعدين تضروا فيه ولا ما تمش تقعد هكاك خاطرها ناس جديدة ما تفهمش وما تعرفش خي حكاية هذي يعطيك ضميرك وترقد ويجيك النوم تنتصورك ترقد بالأحرابش في الليل خاطر ربي معذبك من داخل وإلا ما ترقدش كومبليتمون لان دي دو خاطر ضميرك من داخل يبدأ أن فيك ريتك تحط راسك على المخدة وتبدأ عامل الشر أي إنسان قلت لك أنا نوصل نعمل عركة قبل ونضرب واحد نقسم بالليل نسقش عليه ونمشي ونبدأ نبوسلو في يدي وراه هو ظلمني ولا هزي دي قبل راه وانتم يعطيكم الصحة برجوليك باش ترقدوا ويجيكم النوم والله يعطيكم الصحة والله عبيد توين سمطيشة في تشين ترويتو وخرجوا كان اللي تعرفوه واللي قريب لكم وكذا وتكلموا عليه السيد القنصل ومن غادي ومن هنا ديجا نقول لك راي عبيد وراي راي الله أعلم بيه مش نحكي راني خوف ولا راي ردوا بالكم وقسم بالله راني ما نظلم إن شاء أما راي اللي يتعدى علي ولا يحاول يفهم ولا يحب يعمل هيك ونفيق بيه راي ما يلومك الروح ومن أنظر فقد أعذر نرجع بيك من خاطر هذاك معناها قريبي وذاك ولد حومتي وذاك ما نعرفش شنيا ولات معناها هو نورمال ويخرجوه ويعمل تيه التليفونات السيد القنصل ودرا شنيا وحكايات ويخرجوا نورمال وعباد اخرى معناها تاع حديث هذا تاع اخي هذاك مش ربي خالقه ما عندوش ام وبو ما عندوش خوه ما عندوش اخت ما عندوش ما ندريش شنو حنيت على ذاك خاطره من ما ندريش ما تحنوش على عباد اخرى ايه كما يجيش ولا ما كنت تقدروا تعملوا اعملوا فهمت ولا اسكتوا شدوا بلا يسكم اسكتوا قال لك فلان قل له ما نقدرش انا يا اخويا انا ما نجمش ما نعرفش ما ندري راي فما عباد قلوبها معبيه راي لهنا على عباد اخرى راي البر راي نحكي خاطر ظلمت العباد لهنا راي والله ربي راني نحكي لكم راه بالصح ويا عباد ردوا بالكم راه فما شكون روح وراه مش يرجع راه اقسم بالله راه مش يرجع قال لك انا مش نرجع حتى من بعد ما على باليش ردوا بالكم الحاصل دخلت في موضوع اخر خاطيني بالسيف معناه يلزمني ندخل فيه ما خاطر الظلم ما تربينيش بيه والقهر ولا ما كبرنيش بيه ولا لا ما نعرفوش من طبعي مليانة قد كبر أسألك قول لك راهو نغوري ما يحبش في الزوالي هكيك واني نحكي راهو ما على باليش اقسم بالله وراهو ريت شنايا والله العلي العظيم ساعات الواحد ينطق اقسم بالله فما عبيد ما نعرف ايش سمعت عليه كي تسمع عليه تقول له ذي من بعد كي تكون تكتيه تبدا تتراجع تدخل هذا ومش الكلام اللي سمعته عليه السيد هذا بالكونتاكت بالعشر يقول لك هو مبي يقول لي وليدي قبل والله نتفكره ربي يطول في عمره وربي يشدله في ذلك يقول لي وليدي ريت يقولوا لك في فلان وفلتين دخلت منه خرجت منه البشر يقول لي تحب تعرفوا عاشوا بالك يكونوا معاميه خايب معاك انت به كبرت فيك عليش نقول لك كي كونتاكت البشر باللي تسمع عليه تلقى غير اللي سمعتوا عليه غير اللي درشنية غير اللي درشنية فما بيد مصالح تغزر لها امور بيزنس تخليك بيه طوم بعد كي تمشي بنيتك طوم بعد يجيك كادو انت ما توقعوش مادامك انت طماع وما ندريش وفيق بيك الانسان هذاك اللي انت عملت معاه جيست بيه وحلب لك تطمع في حكيته وحده وحده يعطيك كادو وتقعد فيه انت مبلش ما وصلكش ريقاله يبين لي الواحد يسكت خير بجاه ربي الواحد يسكت خير والله نترمش موضوعنا بالله توا بيه كيما نقولوا فيها عواشر ورمضان وانتي سبب باش هذاك في معتقل والاخر سبب باش هذاك في معتقل بيه هكا بيه معناها نورمال عباد تقاسي يعلم بها ربي
وتونس معناها هكا قاوي مش تسكر شاف راه قاوي مش تسكر ودرشنية وحكايات وما يخدمش القهوة يجبر الله يهلكهم الله يهلكهم أقل حاجة نقولها والله إن شاء الله بجيها العويش الرب يجيب أخبارها ما ذوك الكل ولو أن الواحد ما ينويش الموت حتى حد أما لكان مش يوسف ويلعبوا ب 13 مليون نسمة أو 14 مليون نسمة بلا بيهم خير يا صاح عاد شيخة عندكم عاد في رمضان مش تخرج لكم نرمين السفر تبدأ تعمل لكم هكا وكالحكاية ماكم تحبوا على الريقة ذيك يا مع كامل احتراماتي للناس المحترمة والناس الواعية ها ها يا سيدي مش نحكي كلمتين بالليل اللي يتفرج فيا ويقول شبيه هذا يحكي في المواضيع هذا يا معلم ان شاء الله نخرج لكم المره الجايه بموضوع باهي وموضوع يهم التوانسه الكل وبحول الله مفاجاه للتوانسه الكل بحول الله سامع العليم القدير اما هاني عطيته فلاشات باش العباد اللي يفهم انا ويفهم روحه واللي ما يفهمش يحب يواصل مرحبا بيه خليوا العباد رايض خليوا العباد رايض شوفوا اموركم شوفوا حياتكم وعملوا كما يقولوا فيها لحمه باهيه ما بين التوانسه ما تشتوش ما تفرقوش يا زينه ما فهمت انا جانا احنا كي ولاد الحاج كنتو ما تحبوا معناها تحكيوا بلغه جاليه تونسيه ونعاود ونكرر ونعاود مع كامل احتراماتي للناس اللي بالحق تخدم بضمير وتخدم كما يقولوا فيها بقلب ورب وتخدم في التوانسة كامل احتراماتي وكامل تحياتي لها بصدق من قلب صار اما كلي قاعدين يتراهدوا هذوك كنتو ما تقولوا نخدموا في التوانسة برهنوا على الاقل وين البراهين بتاعك ترى اثبتت معناها قالوا يا بياع فيش بيع قالوا كل شيء بالحال ديموستري قال التاليان وين يكتب في الحوت وسايب في البحر معاك هكا والا ليه ولا نكذب لا نكذب يلزم الكذب يا وليد ربي يهديكم والله يا ربي يهديكم والله ربي يهديكم زي ما اقول لكم الله يرحمه زين العابدين والنبي الله يرحمه نحكيوش على برجيب دور علينا عالم كامل يا معلم هيا برا سيدي تعرف كيفيه تعرف ايش مش نقول لكم يا توانسة ربي ان شاء الله عواشركم مبروك وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالبركة وراني مش نخرج توا وان شاء الله المرة الجاية بحول الله فما ان شاء الله مفاجأة به ان شاء الله واسمعوني وكان ربطه هما وكذا وقبل ما يخرج هذا المفاجأة أو شنين المفاجأة خلنا نلعبوا له أعطيوني بالضبط بالضبط بعد رمضان أنا ناحية أعطيوني بالضبط بالضبط بعد رمضان الحي كان عشنا بعد العيد نقول واحد إن شاء الله ربي يفرج عليكم وأبواب الله مفتوحة الرخلة معلم صاحبي الرخلة الرخلة ما تخممش مل عليها والرخلة نحبوا الخير للعبيد كما نحبوا الارواح برا ان شاء الله عواشركم مبروك مشيشي وان شاء الله تيت. كل ام قلب المشيشي شنايا مشيش شبيه مشيشي معناها سبن فازي سبن هذيك انا مشيتي هذي خرجت هكا المراه تحكي على القرارات اللي خذوها تقول مش هو رئيس الحكومة تقول المرأة ذيك رئيس الحكومة هي تحكي ويقف بجناب توا مش مهازل هذايا توا لي الواحد تنطقوا فيه من وين شنو يلحق بدي استنوا ها شنو يلحق بشنو كيلو الفلفل باربع الاف خليتهم 300 ونمشوا 200
يسعي من بكري النحلة مش يخرج. نزك سنون سيس. معناها الواحد يتوب باش يخرج يقضي في رمضان تو في تونس، أقل حاجة أقل حاجة باش يعمل قفة باهية تاع عائلة، تحب له 100 دينار نقول أنا، هذيك هاي، معناها تحب له 100 دينار، في ودي وين ماشيين بها تونس؟ ودي راهو عندنا فلاحتنا، راهو عندنا يا عبيد يا عبيد، لكن كل تونسي باش يقول أنا راني مريقل، لكن كل تونسي يقول أنا خاتيني أنا، وصغارك من بعد. وصغار صغارك وصغار صغار صغار صغارك ومن بعد كيفاه؟ اخي وقتاش ايطاليا خرجت من المجاعة يا عبيد افهم؟ قديه عندهم اللي خرج من المجاعة؟ شو الدراسة اللي عملوها هو؟ لا في غوريتسا في غوريتسا ماش في لامبادوزا. تفهم فيا؟ شوف تفهم شوف الدراسة اللي هم عمشي هم ولينا كانوا خدام عنا ولينا نحن خدام عندهم. سافا انتوما؟ اللي هما كانوا يهبطوا باش يعيشوا في بلادنا. يجي غادي يا يقول لك محليها البحر يا محليها الصحراء يا محليها تونس يا ملا تونس. والله قابلت عبيد انا نطلع ساعات لالمانيا نطلع قطر بولزانو في حدود النمسا في حدود المانيا في حدود سويسرا فهمتني كي كانت عندي الاوراق ونقولوا احنا معناها كنت راجل. والله اقسم بربي نتعرف على عبيد يودينا والتونسي ما عليه كانوا بقدره يا باي يا باي يا باي يا تونيزين ويقولك تاوى التونسي تلفت التونسي يعمل لك يعني. تقول عليه قنبلة بجنبه تمشي مريقل والله يا ربي تقول تونسي قنبلة يمشي بجنب يبدأ يعمل لك وميخذ حذر عليه هم يأكلوا الشباب ميت عليه بالحق عليه شبيكم وصلتونا للحالة هذه شنية اللي عملتوه انتم باش نوصلوا نحن هك قالوا رام تيروريست تيروريست انتم تيروريست يلي قلتوا فينا نحن واللي في اللي جايين جدد هذوما الكل يجي شباب يعلم بيه ربي جاي مشي حاسن من وضعه يعطيك انت تشتوفة لا اخو اخل ب200 دينار مثلا هاي ويحبوا يسكروا القهاوي في تونس ما هكا كيف مش سكرها القهوة القهويج هذاك كيف مش هيك وليت شنعايت العباد تسمع في اعطيه زوز ملايين على الاقل القهويج يسكر له القهوة معناش فلوس عنا وتكذبوا سفهاء تغفر الله العظيم هي اللعنة مش بيها ما نحبش نلعن تكذب وقاعدين تسرقوا في تونس يا سراق يا خماش يا هملاويت وتخراولي فيه وعندي الرجال مريقلين عندي رجال في تونس نعم وبربي يا طحانة حسب من يستاهل ومع كامل احتراماتي للي يتفرج اللي حاب يوصلها يوصل وراه نحكي لك بالزماني من بعد ما نعرف وشكون راه من بعد ما يلومك الروح راكم قرقعتوها البلاد يخليها منكم يخلي ديار لم سيبيننا لا في تونس لا لهنا عليه 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 اش تحبوا عن بها يا تجارة العبيد وليت عندكم كوميرس تسيبوا من تونس يوصل لنا تروح بيه على زوز فرانك برجو ليا كل من ساهم في الحكاية هذية متاع التجارة هذية وبتاع والله سامحوني يا ربي سامحوني يا عبيد يا محترمين مرخصهم وما أنذلهم وتقعدوا طول عماركم أقسم بربي العظيم تقعدوا طول عماركم تجريوا ما تلحق وتقعدوا طول عماركم أسفل السافلين دخلش مليار في النهار من 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 الحكاية هذي راك ما عندك وين توس عايش خويا نسيم ربي حلك وجهك يرحم والديك خويا نسيم ربي يبارك لك علي ما نتعاونوش اخي قديش نحن يا هبتنا سندكو نحن ما ندريش نتاع بادوفا يا هبتنا ويلي نحن تو يحكم فيها تونس ونحن ثلاثة رؤساء وثلاثة حكومات ما الحكاية تحكيوا فيها الله لا تربحكم وحاطين زوز بلاتويت مع كامل احتراماتي للي ما يستاهلوش معناها فكرة في التلفزة والإذاعة التونسية تغطوا في الشعب التونسي وعاملين له حكايات والبلاد ماشية فيه هاوية وانتوما درشناية مخرج لي واحدة يا ديش بيكم يا معلم يا ودي فيكم يا
يا ربي يا عالي مش نقول هذه راه حرام عليكم ملا رمضان السنه مش تعديون مش تعديون انا سهريه بن رمين صفر هذيك تشتح انا مش نلوم فيها هي راهي امورها دنيتها هذيك هي حره في عيشتها ربي مش ني انا مش نحاسب وينو جاو رمضان متاع قبل وينو ما بنوا رمضان متاع قبل كانت تونس في امن وامان يجينا في الصيف كانت البيبان محلوله نرقدوا حومه كامله بيبان ديارنا محلوله ما حلينا كنا صغار تلقى والدينا ساهره البرة تتنسم واحنا نلعبوا قدامه ما يغميض هاي درشناو اللي يتعب يطيش في اول دار كانت الدنيا وكان الخير وكان ربي منزل عليها الامن والامان يا محمد في غوريسا ماش في لامبادوزا شمال ايطاليا قطعتوها ريحه رمضان الله يقطعكم من الدنيا برا ربي يقطعكم من الدنيا الشباب تحبوا تهبلوها كنا وين تحلوها من نوبة تونس تحبوا تردوها من نوبة بالحق والله اخي علاش معاملين شنيت لذا حكوميات وذاك درشنية ومجلس تأسيسي وبرلمان وقيس سعيد من هكا وعصابة من لوطة ويحبوا يلعبوا توا القيس سعيد مش مساعدهم مش ساعدكم قيس سعيد اذيك ربي بعثولكم سبب باش يكشفكم مريقلين وراكم على قريب وردوا بالكم في تونس ما ساب تتحسروا في تونس قبل ما تهربوا وما ساب نخلط عليكم في تونس شعب مشيتوه زحفتوه جوعتوه متاعوا وتفكوهولو وتزيدوا تدخلوه للحبس نتاعو تفكوا هولو وتزيدوا تقتلوه بالشر يسهل عليكم جميع أمة محمد يا رب العالمين يا دي أنا راني نعيش مرة ونموت مرة تو تخرأوا لي فيه حاشا من يسمع حاشا خاطر فما عبيد قاعدة فهمتني حاشا من يسمع مع كامل احتراماتي للعبيد الكل يا ما راهو عيب عليكم راهو شاي راكم صيبتوا مش الماء على البطيخ يعيشوا انتم علاه ما تحبوا يا خويا نحكيوا بشوية لاني سياسي ولاني عيشوا انتوا شبيه تونس مش تقولنا تكذبوا معبي يا تونس فلوس التوا قاعدين تبيعوا فيها انتم يا تونس واضح فما اتفاقيات من عهد البيع كيما باكو الملح بدوره اللي هما لهنا يبيعوا فيه ب60 كويتشنتيز كنا هكا شوي صبر ولا تربح الوزير وزير الداخلية عمل شوفوا بالله شوفوا كان فما ناس واعية تتفرج فيا وما ونتصور العباد اللي يتبع واعي الكل انا معناها تنجموا معناها توصل الاصوات توصل هذه ما تروخوش راه ما كانش مش ياكلنا الدود التوانسه الكل واحنا حيين راه مش ياكلنا الدود خاطر فما في السيد حاشاكم يجي في كيما استغفر الله سامحوني كيما صندوق طماطم تلقى كعبه خامره من اللوطه ما تفيقش بها تخمر لك تفهموا فيا فما كعبات والله صدقوني ولا وينو مثل معناها من جبته بسيط فما كعبات هكاك خامشين في روسهم وخامرين وما مندريش وبغض وحسد يحبوها الكلها كيف كيف سوا سوا في ساعات امي مسكينه تلقاها مكسكسه وعامله كالعوله ودرا شنيه تضرب كعبه سوس تفيق فيها كان بالاخر شكاره ولا سطل كامل تحط عشاكم تاع كسير وفسير تلقاها الكل وتفيق بها مؤخر يا ليه احنا من الاول كيف كان بيهم كعبات السوس من ناحيهم منيش خايفين بالحق ولا بالحق خايفين مش تتحدوا ربي انا ام شويه على ولدها اسمه فادي بن اسمع شويه ام برا يا ربي يا ربي بجاه العواشر يا ربي اسمع ام شويه يا ربي اهلك من كان سبب باش باللي شويها في ولدها يا رب يا ربي بجاه العواشر يا رب برا الله يهلك من كل من كان سبب الله يهلك وتقول نخرج الا ما نتجند لكم كعبة تلو الاخر لنا ولا في تونس ما نظل نستاد فيكم من البعيد مشيتوها تونس هلكتوها تيادي نرجع بكم زين العبيدين قبل يقولوا عامل بالخارج نتفكرها يا انا خلطت عليها قبل ما نجي لهنا وخلطت وروحت وقت عهده هو عامل بالخارج ها
انت تعرفوا عاد انتم السايح وعامل بالخارج. مره نتفرج فيها مهبطه المره اللي فاتت مروحه في ثنيه في الديوانه ما ندريش قديش مسكينه خلصت على فيفا. عليه عليه تفكوا وليتوا الله يفك ارواحكم حاشا من يسمع وحاشا ما يستاهل. الله يجيب اخباركم الله يهلك ال يا دامي جا نقول لك مش سيستم مافيوز جبور سيستم نتاع جبور راني نقول لك كان جا مافيا راني نكلمك اللي قال سيستم مافيوز كان جا مافيا راهو ياكل ويوكل في الشعب اكل عام كراكسي نتاعهم للتوانسه اللي يعرف كراكسي نتاعهم حتى مش ندخل في مواضيع حبيتهم ديما يقولوا ما لعبوهالي والله حبيتكم هكاك كراكسي نتاعهم اللي مات فيه في حمامات واضح ماكم تعرفوا تعرفوا واللي ما يعرفش يسال على كراكسي فلوس الكل هزل تونس من كثر ما هي تونس مزيانة ومحلاها قال لهم كي نموت تدفنوني في تونس وفعلا دفنوه في تونس وهذا اللي انتم تعطيه توا في صورة مسخ على تونس برا ان شاء الله تطلعوا ربي مسيخ بفعالكم الله يهلككم يا هملاوات يا سراق يا سقاط يا بيوعة يا خونة ثم زوز باجات ننصحكم تتبعوهم بين عرفة مسكينة تونس يا ديانو فما واحد تنقول لكم تنقول لكم فما واحد في المانيا عنده اذاعه تنحكي لكم حكايه مزيانه برك امونا يوسف الله يسهل عليك حبوا تونس ما فهمتش يشيل فيها الدم يشيل العبيدين مسكين وخليها وهرب انتم مش تحبوا تعملوا تحبوا تسيلوا فيها الكرتوش تحبوا تدوروا فيها الكرتوش ما توصلوش راه والله لا توصل ومن بعد ما نظلوا يجدوا فيكم بالكعب ها وقولوا قال هاك لي منها مركز الترحيل متاع قوريس ها شوف تركي يا اخوي شوف تركي وراس صغيرات اللي ما نظلوا يجدوا فيكم بالكعب تعرفوا كي تبدأوا بالملقات انتوما سامحوني تبدأ تعمل كيف بشعرة انتوما يا خوانا اللي ما يظلوا يجدوا فيكم بالكعب وتفكروها كلمتي تونس سكين وعجبهم الأغلاء وما همش متحدين يا التوانسة يا اخوي اش عندها ما تعمل شعب زويل اش تحبوه يعمل ابار وقفة احتجاجية اش تحبوه يعمل قولوا لي اش تحبوه يعمل مسيك نيت بالحق ولا اش تحبوهم يعمل شوف على تركيا يا صاحبي ولا صربيا على شنو يحكي اصل حرقة دامي انا مش نحكي على الحرقة دامي انا قلت لك الصباح فقط ماذا بيا وجيت مش بدورقة نصحة نقول له هزوني مرة جاي روحوا بيا في بالي انا خارج على قريب اما نشوف في حوايج ما نجمش يا ولد عم يا ربي راي عبيد راي مش فاهمتها راي عاشه فوق الارض مش فاهمه شنيا الدنيا يا سخيلو الدنيا فلوس هكا هاو ايه ذيك شو سخيلو وفما عبيد اخرى يا خويا راي تشم ايديها تشبع صح تفضل من عند رب عايش خويا ماهر عايش خويا ربي يخلص الحال يرحم والديك عايش خويا الغالي وفما عبيد يا خويا ما فهمتش شنيا مشكلتها في بعضها فهمت كيفيه تينا هنا قال لك جيل يا تونسي هادي راه نعاود ونكرر راه نعاود ونكرر مع كامل احتراماتي ومع كامل كما يقولوا فيها تحياتي للناس اللي بالحق قاعده تخدم في التوانسه وقاعده توصل في اصوات التوانسه اما الباقي تشبيك تشبيك معليش يا تشبيك مشكلتكم بخناش نعاونوكم يا خويا برا شوفوا حل التوينس انا عيني يا ربي يا خويا راني نوصل والله باشك تقول ذي محامي ولا شنو راني نحكي حكيت شوي على تونس وموضوع القهاوي في تونس وعلى شوي ونحكي على التوينس لهنا جدد اللي جاي هادي انا اعوذ بالله من كلمتين 18 سنه غربه ولد عمي يا خراولي فيه هو سيب باي موضوع يا خراولي فيه راه واذا مش تطلبني تونس حتى من بعد نوريهم موضوع اخر اللي مش يطلبني مش يكون سبب حتى من بعد يفهم برشا حكايات ويفهم برشا مواضيع انا صغاري يهزوا لقب نتاعي لنا ما يروحوش باي اما نحكي لك لهنا لهنا في التشنترو هذا رايت وين صار يا معلم راهو اش بينا اش بيه مغاربه يسيبوه اش بيه جزيري يسيبوه اش بيه نيجيريان يسيبوه اش بيه ما ندريش بنغلاديش اش بيه ما ندريش من شنو هي حكاياتكم اخي تبيعوا فينا وتشريوا بينا الحكايه بين امور كوميرس بين امور فلوس يبدي القوة لينا وما نحشمش تخراو لي فيه حاشا اللي ما يستاهل شنيا ام محروق على ولده وشنو هو هذا ايش بيكم وين ماشيين بيه الشيء هذا سلام ربي يفرج عليكم بالله شنيا جو تو غادي
هيك العادة من زاد الطيارة تخدم صح. يا دي تخدم ولا تتشال ربي. يا دي برا دي برا دي تونس ما ندريش انا يا دي برا عملوا حل انا مش ني انا مش نرقصكم ولا مانيش باش دي نتفاهموا التوانسه نشوفوا حل يا دي شبيك يا دي انت عايش بها لا استغفر الله يا رب بز اخويا في قريسه قريسه في قريسه يعني احنا يا معلم ماناش في لمبادوزا يا معلم الحدود نتاع النمسا انا نمسا يا ولدي نتاع سلوفينيا سلوفينيا يا ولدي ما ننصحكمش رضيك ما ننصحكمش تابت على سيشيل راو عنا بايوعة متفاهمين مع احنا شيطاليا رم يعرضوكم بالحمل مريقلين تتعدل الوتيل خمسة نجوم تشينترو غادي ما شاء الله الصباح يجيب لك المعجون ويجيب لك الحليب والعسل والدقلة والزيت الزيتونة وفي نص النهار هم يذبحوا كما يقولوا فيهم شاوي واحد لا شيء ما تحكيش تواجن وكسكسي وبالعصبين تفهم فيا اسمع اسمع قولكم حاجة راهي فما عباد لوطة قاعدة تتمعش من الحكاية ذي ورابطة خيوط مع تلين وامور اخرى ودوالب اخرى وحكايات اخرى وقعدنا قاعدة كعبتين وكعبة خرجت المرة ذي ان شاء الله على قريب نخرج المرة الجاية توا هكا شوية هكا ان شاء الله على ومش نخرج مع ناس ناس زاد مانيش مش نخرج مع اللي يجي كما يقولوا فيها مع كامل تحياتي للرجال الكل اللي قاعدة تساند في التوانسة لهنا اللي قاعدة تساند في التوانسة في إيطاليا لما دوزة مغرب ما تمشي أبقى في داركم وخبي فلوسك وشوف حاجة به صحيح كما سلم شنو يقال لما دوزة من غير ما تمشي أبقى في داركم وخبي فلوسك وشوف حاجة به ولا صحيح صح لمبادوزا ما غير ما تمشوا عليها هاني نقول لكم ونعاود لكم تو يخراو لي فيه خليهم الساعة تو خليهم يقول لك شكون السبب هذاك اللي كانوا سبب باش ما عادش يجيو الحريق ما عادش تهبطوا على لمبادوزا يا عبيد يا توانسة ما عادش تهبطوا على لمبادوزا راك عبارة بول في الرمل سامحوني فيها الكلمة بلا ما وريك في تقبيل رئيس تونسي قيس سعيد رئيس فرنسا في كتفي يبين صباحي صح اسمعني اسمع والله لا والله خليونا يا دي يز يا دي كلام مش واحد ثلاثة حكومات ما ينجمش واحد اصبروا عليه قيس سعيد اصبروا عليه يا دي اسمعوني يفهم يا دي اسكت علي مش ني انا مش نقول لكم ولا انتم وانتم ما تعرفوا ما الاغلبية نتاع التوانسة تعرف راه هذه اتفاقيات من قبل تقريبا خليها البيجي القائد السبسي الله يرحمه ربي يغفر هاي ها اسمعوني اسمعوني يا هاي دمتشي للبيجي للبشبوش دمتلوش يما مات مقتول البشبوش وتو تخراو لي فيه هاي مات مقتول البشبوش دمتلوش والله ما تدور على بعضكم ما تظل يتقتلوا في بعضكم من بعد خيتاو تغربتوا باش تجربوا ولادي بلادكم خيتاو بالله سامحني نحب نقول حاجه والله راهو واحد ساعات راني بوهيلي راني ريقد مرتين في السيكاتري معناها في الاخر ريت باي موضوع تطلع تهبط ما ندريش شنو ما عندك ما تعمل اخي انت تونسي ولا ما ندريش يعني بالله كي تقدر تعاون تونسي في بلاد الغربه لهنا علاش تجري باش تضر العبد عليه وكي تبدا تنجم تعاونوا ما تعاونوش نحب نفهم هذا ما فهمت ايه نحب ندخل ماني هبلت من الحوايج هذيا راه هاي فما عباد تعاون في التوانسه نشوف فيها نشوف بعيني انا ما نصدق الا ما نشوف عندك حاجتي اللي نسمعوا نصدقوا واللي نشوفوا نبدا بوذني كي قاعد بجنبي هو ويبدا يحكي هذاك اللي نصدق اما اجي نقول لك برا قول له واللي يقول لك اجي قول لي ما اكزيستيش متربي في حجوراتهم من الاخر وعلى الاخر شنو رايك في تقبيل الرئيس التونسي قيس سعيد المكرو لا اسمعني اسمعني خويا والله بالحق اسمعني اسمعني نقول لكم حاجه والله قيس سعيد به وراه مسكر عليكم باب بلاء ودوروه في روسكم يا ذي اللي انتم ضد قيس سعيد وراي فهم عباد مش حاب اللي انا نقول الكلام هذا تفهم فيا وليد مش معك ها
ما ليش معك في ذي، عندي رأي مخالف لك. بيه أنت إيش نقول لك، خاطر أنت ما في بالك اللي قيس سعيد هو عامل اتفاقية، هو قيس سعيد خاطي، خلينا نحكي معهم باتهم فهم، تعالوا نحكي معهم باتهم فهم. قيس سعيد راه مسكر عليكم باب بلية يا توينس، والله العلي العادي، واصبر عليه شوي، راه نسين متسايس، راه مش يلعب، يطلب شوية وقت. هاكا كل مرة يسكر في وجهه في وجوههم باب. ويراهو راهو قيس راهو وحده راهو ما ينجم، راهي الكثرة راهي تغلب راه. فهمت؟ تفهموا فيا؟ أنا نحكي نحكيوها بالفلاقي بلغتنا، فهمتني كيفاش؟ الكثرة راهي تغلب، هما لعبوا له على الكثرة، فهمت؟ ونحن تونسي كما قلت لكم، راهي تونس كاملة يهبط لنا سند، يهبط لنا والي نتاع أي بلاد في إيطاليا ينجم يحكم فيها، راهي تونس كاملة. راني وليت توا ثلاثة حكومية على وقت الزين كانت هي درا شناهي ما كانوا زوز ولا وقت برقيبة ما وزوز وزراء وتونس بخير وجونا أحلى جو والتوريست ونستقاتوا ونعيشوا ومحلاها كليامات برا ربي يهلك هلكتوها تونس زلزلتوها برا ربي إن شاء الله يتوليكم ربي إن شاء الله يجيب خبوراتكم من كان سبب إن شاء الله ربي يجيب خبره في العويش ما بخيتي يروحوا بينكم وما آه يا ربي آه خليونا بالله من الحكاية ذي بجي يا ربي اعملوا وقفة احتجاجية حتى انتوما من هنا ها انا جوي بيه راه حكيت مع حقوق الانسان لهنا وجوي بيه وما دخل سفير فرنسا في تعيين وزارة تونسيين في تونس كيف تصف هذا؟ ما هي كلها مؤامرة راه يا صاحبي راه وريتوا الشيء اللي قاعد تو يصير على تونس هو كله مدروس راه دراسة عاملينها معناها تزلزل لا وحكاية الاقتصاد بتاع تونس ويحبوا يسمعوا من الإعلام باش يبدوا بشوية بشوية تتفكروا كلمتي باش يعملوا ثورة جديدة بوسائل الإعلام فهمتني وهي كلها سياسة راهي فهمت أخوي الغالي شو بونا منين نخرج من لامبادوزا ولا سيسيلي؟ خويا انا نقول لك ما تخرجش على لامبادوزا. اخرج على شو اسمها على سيراغوزا، شو اسمها الاخرى في راني نسيت. يا خويا كان مش تجيو نحيوها سيسيليا كامله نحاها من راسك. هيا وكاباليرمو وكلا. فهمت كيفاه؟ مسايبين ليلكم اللعب من تونس ويشدوا فيكم لهنا راه. بانتيلاريا. ياي بانتيلاريا شو اسمها وين؟ اي بطلرية اقدر يعدوهم على شو اسمه عدوهم حسب سنترو محلول لازم هذا سنترو هذا مسيب سيب حاسيلو على سيشيليا ما ننصحكش وكاباليرمو كل حكايات هذيك عنا اولاد بلاد ربي يفضلهم حاشا اللي ما يستاهل غادي مريقلي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم برا شبيها حبست يا شنو هو الكتاب هذا كاتب جورنال يا مش نقول يا ربي يا تربني صحيت اه صحيت وانا نفكر بها تربني على تربني ها يا تو تحكي معايا اخويا هكا تي مام يسمع هو ما يشوف حاسيلو شوفوا حل ما تعبتوش على الشير هذيك لماذا تونس تنظر إلى فرنسا وأوروبا كمرجع أول ولم تنظر إلى آسيا وبلدان أخرى؟ شوف خويا شوف قريتنا نحن التوانسة ولا يرانا كنا محلينا في بعضنا بالحق وقت اللي كان ربي منزل البركة ما بيناتنا والخير قالك لازم يتنحى قانون الاتفاقية روح بالتوانسة هذا الموضوع بتاعنا ايه هو باش يتنحى راه خاطر رواندا ما بدات تكشف راه وفما ناس مش تكشفهم على قريب راه وفما كعبتين وكعبه سوس لهنا هما عاملين معناها معاهم يد وكذا حاسيلو ما هو بحول الله تو يتنحى ما يطولش فهمتني واش نقول لكم ردوا بالكم تقولوا قيس سعيد راهو داخل فيها الحكايه مش قيس سعيد داخل فيها الحكايه وقيس سعيد على قريب خاطر مش يوصلوا دوسي في الحكايه هذه راه هاني خرجت الكلمه ما نحبش حتى نحكيها
على قريب مش يوصلوا موضوع في دوسي في الموضوع هذا. أما ريتها معناها هذا خاطر ما نشوف وحسب ما نقرأ شعبنا الكلها باب 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 لهنا وكلها تاخذ في الليلة. هيك واسكت وهيك واسكت وهيك واسكت فهمتوا كيف هي؟ الله ربي واحد يعلم بحاله يوصل ويروحوا يا خويا ربي يهلكهم ان شاء الله ربي يهلكهم اللي سبب في الحكاية ذي برا ربي ان شاء الله يهلكهم افهموا انتم هانوا من تونس مسايبينكم هكا والا ليه والا انا عايش معاكم في تونس مانيش عايش معاكم في تونس هانوا من تونس مسايبينكم توصل لهنا يحملوك يقول لك امعال خمسة نجوم ابرد عمل ريبوز ريبوز بعد يهزوك يروحوا بيك ريتو اكل مسايب اللعب في تونس زادة هذاك يمشي له بايو أبار لنا معناها ما كذي عاشك هون يسر الله يبقى لك نسد في ربي جهل عواش وتنقلكم كان مش يروحوا بيت تنقلكم كيفاش نزدموا غادي أنا ما نعرف ما يروحوش بايا فهمت المشكلة الكبيرة في 2022 ما تجيوش بالخمسين وبالمية ما تجيوش ولا بالحق ما تجيوش لموا بعضكم 3000 4000 وزنوا في مندريش أنا واحدة كبيرة الغربة ديما مرض خويا تعيش فيها خطر 4 ساعة تبقى حياتك الكل 4 ساعة يا معلم هذه الغربة ريتها وشفتها وريتها وبي وامي بداوا يكبروا واخواتي كبروا وعرس اللي عرس واللي مازال ما عرسش بالنسبة لي كل شيء ريتو حتى من صغار ويساعدني صغاري يكبروا وخيتي يما وخيتي كي خليت صغاري في البلاد مسكين يا انا مسكين مال ابوهيل ورسني بي محمد نشوفك الصغيرات فك المدارس ونشوفك المدارس ونشوف تونس كيفاش كانت وكيفاش ولات يا مكسح قلوبهم والله اللي يحكموا واللي يعملوا في الشيء هذاك لطيف يا لطيف يا لطيف على بالكم والله ربي ريتوها تونس لكن جاء ناس تحكمها بقلب ونية وبربي كما يقولوا فيها ريتوهم كياسياتنا مش بالزفت والله ما يولي ورخاء هاي تصدقوا لما تصدقوا راي المليارات بتاع البليارات وهانوا مريتهم عليش يعملوا هكا ملهوفين يهز مليار يحب زوز يجو زوز يحب 4 يوصل يعمل 4 يولي يحب على 10 مليارات 10 20 ناس اللطف اللطف ما هو ربي يزيد يهبط لهم غيشية ورا رو ربي يزيد يعميهم باش يزيد يعملهم نهار اخر متاع حطب متاع جانب طيب يقول لك هذا باش يحكي يا البوهيلي ولينا شيخ هي انت وين وشكونك اصلك انت تانيت ولا قرطاج ها 3000 لما باش يحكوا في تانيت ولا قرطاج ما فهمتش باش يحكوا تيتانيك ولا قرطاج انا بطل الحبيب عزايز كلهم رواحهم هما 3000 في بورت حلق الواد غادي ويزنوا تو يخراوا لهم فيه بلبا سيسيليا بلبا سيسيليا استغفر الله العظيم مش بعيدة برشا صح اخي شنو تحبوا تو بليه سامحون قهوة تحبوا تسكروه شباب تحبوا تخليوه في تونس بوت يدي وضحونا احكيوا معانا فاهمون تو كيفية تو فما الشباب ما يمشيش للقهوة في رمضان وتسكر عليه في الدار وما تحبوش يحرق تحبوه سباقة وجراية وما تاكلش القمح والشعير يا ولد بلسانو عمر بيتزا يا عمر سلم على اولاد الكل عايش خوي تسمعوا فيا تونس ظلم قهر حبس ولا قال الحق تونس ظلم قهر حبس في بلادنا ها حتى في ايطاليا ما همش مسايبين قالك ليه اولادنا يروح بيه غادي مسكين يفرحوا به ساعة من بالفتوح يبدأ منا شو اسمها ما انا نعرف وما انا روحنا ونعرف اسم الكل في سويسرا ما نعرف سيبوا العبيد ولا بالحق يا عبدي ايش تحبوا عندها شباب تونس اخي في النهار كان قبل كان عنا كعبتين وكعبة ربي بطوا الحبيب ولا اثار كانوا كعبتين وكعبة رابير وليت كل يوم تخرج تزينة رابيرات ويسبوا في الحنيش ويسبوا في الحاك ما تحشموش ما لو جوع عندكم اقسم بالله العلي العظيم شيبه فما طفلة صغيرة تسب فيه الغنوشي خارجة تغني وتعمل لك وتحط في بنيتها وهو حاطين تصوير تراه اخيش حاطين في وجوههم بالحق
وجوه ولا حاطين حاجه من ياس مع بيت تو من احشم انا باش نتسفى ونقول كلام قاي. وجوههم هذيك هم يسبوا فيهم كل يوم وما يحشموش هما ولا خاطر لاهين يسرقوا في الفلوس يقول لك خلي يسب. ما رايك في هذا؟ ما حشتهمش بيهم الشعب التونسي، ما حشناش بيهم. سعيد في بناء مطار دولي، ما رايك في فكره صافي سعيد في بناء مطار دولي ترانزيت الجديد وطريق يا دي بلي؟ انا مطار دول تصلحوا الكياسات يبداو بالبنيه. دي نقول لك حاجه كجاونا وين الخير ريتهم هذوك راهو بداو لكم بالبنيه التحتيه في تونس، مشي وقت اللي يصب المطر بلاد وولايات تغرق في المطر. اما بدري قاعده تسرق فيكم يا توانسه فيكم. هادي اخراولي فيه، انا انسان مهبول مريض نحكي لك في اللوجيك، راه والله قاعدين يسرقوا فيكم وبزيد نهار بزيد مليارات لهم هم. والله ما يخرج وان شاء الله لا يخرجوا منها ساعة تونس، ان شاء الله قبل ما يخرجوا منها يتحصروا غاد. خويا انا ما عرفت المانية هاي. كيف نحرق على لمبادوزا سيبوني بالله. خويا ما لا سؤال تسال فيا براس المين نخدم حريق انا براس امك ولا انا نسيب في العبيد و اخويا راني والله نحكي في مواضيع اخرى. بالله براس امك ايش تحبني نقول لك؟ تو نحرق لمبادوزا سيبوك تو سؤال تسال فيا تو تضيع في الوقت انت ولا سؤال تسال فيا تشوف فيا انا في حابس نسيب في العبيد؟ ربي يهديك يا صاحبي. برا برا ان شاء الله رمضانك مبروك. اسمك واسم امك؟ الله لا تربح الله عليه. هادي ما دامكم مخلينهم ان شاء الله يربحوا هانم حتى هما رابحين. اي نكذب انا والله هي رابحين ما دام لاقين باهيل حاشا اللي ما يستاهل. هادي يخرج تهربتوا الزين الزين وقوتوا وهربتوه مش خايفين. خرجوهم ظلمين قدام العالم الكل. في بالكم الجيش مش يمشي معاهم؟ ما يتجبدش الكرتوش. اخرجوا اليوم قبل الغد يا توانسة بجاه ربي وصلوه بارتاجيوها الكلام ذير ذير نحكي لكم فيه طاو مش نحكي لكم كلمتين قبل ما يدخل عليهم رمضان. ماكس بارتاجي بجاه ربي لموا بعضكم واخرجوا. وراهو قيس سيد الرئيس قيس سعيد راهو معاكم. خرجوهم قبل ما يدخل عليكم رمضان، قبل ما تدوروا على بعضكم في رمضان يا توانسة. مع حشيشة رمضان مع الناس صايم ومع الستريس راهم هما يحبوا يزلزلوكم هكاك. خرجوهم قبل ما يدخل عليكم رمضان وخرجوا شعب كامل مش خايفين. اخي نحنا نخافوا التوانسة ونحنا من هنا تو نزيدو نكملوها معاكم. والله نحكي لكم في الصحيح قبل ما يدخل عليكم رمضان اخرجوا الناس الكل ريت ابي وامي انا ام كبار رجال كبار والله لما خرجهم معاكم. اخرجوا الناس الكل راهم قاعدين توا يلعبوا لكم في لعبه الغوله في الصحن كما نقولوا واحد. والله اذا تخلى عليكم رمضان راهو عملوها فيكم. عمر يا وليد اخويا محمد علي. شكون محمد علي؟ هو يعرف وليد. وليد وين محمد علي؟ انا محمد علي ما نعرفش على صحابي. انا محمد علي تبي لي انا ناسي قال محمد علي. ليه ليه لله محمد رسول الله والله يا ربي ونقسم بلادي نحكي راني انا تو تابع الدوله الايطاليه راني مانيش تابع تونس. وبالله برو حفروا برو حفروا خليه وقولوا هذا حشتنا به وراكم تو تخراوا لي فيه. هو ما حشتهم بيا لهنا ما حشتهمش بيا باش يبعثوني. يا معلي راهو حرام عليك مش نقول لكم كان عملت الباسبور الايطالي ولا كي يزيدوني فوق منه. ريت نقول لك شوف العقليه شوف قولوا مهبول. والله يا عمري ما خممت فيها متاهات الدنيا خاطر ملي تخلقت الحمد لله مش تكبر ولا فهمتني. والحمد لله ربي شوف مش نحكي لك حكايه ممكن انت تضحك وتقول شوف ايش يحكي وفما اللي مش يتفهم الواعي. ريت وانت خلقت يا العبد لله تخلقت في رابعة ثالث القيروان مكة المدينة القدس القيروان
نهار اخر كي مش نموت ونطلع الرب مش يحاسب كي مش يقول لي علاش تخرج انت تقشرت وخرجت من جنسيتك علاش انا ما نجمش نخلقك في ايطاليا مش نقول سامحني ولا تبعت نتهيت الدنيا يغفر لي شعاد فيها تغفر الله العظيم في بالكم قال لي تفن في القروين نمشي واساله مليح واللي ما يعرفش هتو يعرف انا نعتز به القروين نعتز بتونس كامله قبل ما نعتز بالقروين ونعتز بجنسيتي التونسيه ونموت على الجنسيه التونسيه اما اللي ذلها الجنسيه التونسيه صدقوني ما يموت كان مذلول والله ما يموت كان مذلول وما يظل يجيفه والذبين والدود تاكل فيه اللي يذل الجنسيه التونسيه واللي يذل التوانسه وتفكروها فما كعبتين وكعبه ها تو تشوفوهم كيفاش يموتوا ما يموتوا اشنعوا واخبثوا وش مش يقول فمي ابشع الموتات ها وتو تسمعوا به من فعايل بنية تحتية بالمجان من هو نتيجة الدخول ولا كل قال انا اش دخلني يا يعني اخي انا جاي مش نحارب في تونس ما هي بلادي لكن كل واحد يقول ليه واش دخلني انا يعني وا 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 يا اخي شكونك انت انت ماك تونسي يا بيوع يا ديوث يا اللي بعت بلادك انت في بالك معناها تلين يتشرفوا بيك والله يا ربي يضحكوا عليكم اقسم بالله خاطر يستعملوا فيكم كوسائل الوقت الحال اما وقت اللي بالضبط يهزوك يطيشوك في وسط التوانس تقعد ديما تحت الضغط متاح اللي يقولوا لك عليه تعملوا وسكت نهار اللي يفيقوا بيك تحب تهز راسك يهزوك يطيشوك كذا يروف بيه وعليه وكذا وكذا كونوا لحمة بجاه ربي لحمة كونوا لحمة بجاه ربي بجاه ربي فكروا في المستقبل متاع ولدك ومتاع ولد ولدك خاطر يهز اللقب متاعك راك تونسي راه شنو من بعد مش تبدل اسمك ماريا دراشكوني والاخر مش يبدل اسمه باولو دراشكون في مانا ما تونس اخي ولدك وبنتك شكون مش يهز اللقب متاع شكون متاع فاسكو روسي في ما مش يهز اللقب متاعك انت خام في ولدك ما يسالش كبر مخك شويه وفتح مخك شويه بلزانه بلزانه صح مهر. مهدي مهر قلك تعيش في مدينة من بلزانو كلمني لا لا هو يسأل فيك تعيش في مدينة قلت له بلزانو مش مدينة عليه خاطر قلت من القروين تقول مدينة ما تقول الدور في القروين الحاسين ومش موضوع فيش كنت نحكي انا تاو لا اله الا الله محمد رسول الله فكروا في ولادكم فكروا في ولادكم في ولاد ولاد ولا اعطيني انا تاو نعيش وما يهمنيش من بعد هذه أموني يوسف مرة أخرجوا تونس كل فماش ما تتحل حاجات والله كان تخرجوا يد واحدة نقسم بربي كلك سوا لهنا ولا في تونس أما لكن مش نقعدوا هكينا يودي والله قلت لك اليوم اتفرجت في واحدة موظفة محليها يا صاحبي وتبارك الله عليه فكشارع سبعة نوفون بالري تحكي في كلام على كلمة الشيش يا الكلب ذاك الساقط بلا وصلوا له تو يخرالي فيه مرجلين تي مش يروح بيا لجهنم تي ما مش يروح بيا للبلاد ووقت ما نحب نرجع راني نرجع يدي كلب وهامل ورخيص وساقط وسارق ودخلتوها في حياة البلاد والله اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم يا انتوما السبب باش تهلكتوها البلاد صاحبي فهموا الشعب المخدرات ليه دي موهومة يا زلمة اخي الشعب اش تحبوا يعمل شباب بلي فهمون كان مشي صلى ارهاب كان حربش وتكيف شكار وزات لتدوروه للحبس كان احرق تروحوا به اخي شبيكم بالضبط شبيك يعملوا لها حيط دوروا بها معناها سياج وعملوها حبس تونس عملوها معتقل تونس هيرجلك 2012 في مدينة انتي جيت 2012 اهبطت المدينة صاحبي عيطوا لي الروح راك ما تعرفش منين نطلع لك راه في مدينة في بارما في مدريش
اي لا 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 محل صدقني اليوم علينا ها ولا قاعدين وكعبه معامل معاهم جو اقسم بالله ولا عامله معاكم بونكير خاطر قاعد نسفوق قاعد نحكي في حكايه يا ودي ما لقيت نحكي مع الحديد مع الحيط شنو قلت لازم الحل صدقني اليوم علينا غدوه عليهم والله يا خويا شوف شوف والله فما كعبتين وكعبه لهنا يرحم والديك ووالدي والباقي يا خويا مش نقول لك يا معلم يا معلم اي شنو رايك انت عبيد قاتل ارواح وهاربه من البلاد والله لما نحكي وهاربه من البلاد على الارواح ومدوا لها باسبورات او بالفرشه وبالفضايح هاي انت شنو رايك في الموضوع هذا فهمني انت انا اخويا بالك مش نقول كلمه قدره بالك متساوي بنيه التاس بالك اخويا انا ما مضبع